إن كان صواب أو خاطئ. يعني أول حاجة، يعني ربنا بيرهب الناس إن هي تتبع الرسول وتقاتل معاه، ويعرفهم إن في ناس يحيى قتلت سؤال وضحت. بسيط، خلينا بس سؤال أكمل بسيط، بقى بالله سؤال عليك. بسيط. يا يا ابو ابو علي علي خليه خلينا يخلص أكمل. الدقيقة، يا ابو علي عشان نخلص ونشوف اللي بعده. يا ابو علي يعني في ناس كتير ضحت مع الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ينشروا الدين ده، فده ثواب يعني كويس. انهي إنما أنا فيهم اللي دلوقتي ممكن أقول نشروه؟ لك، انهي فيهم ال 14 اللي عندك اللي نشروه؟ هتخليني أكمل؟ انا بسألك أنا علي، دلوقتي، ابو علي بعد اذنك خليه يخلص الدقيقتين بعدين بخليك ترد عليه، بس طول بالك. أنت دلوقتي أنا بقول لك تعالى معايا، تعالى معايا الشغل ده. في ناس كتير كسبت من الشغل زي التيك توك، تعالى افتح تيك توك، في ناس كتير كسبت من التيك توك. وفي ممكن أقول لك بقى نفس الكلمة وأقول لك تعالى نجرب ونشوف هنكسب إزاي من تيك توك، ماشي؟ نهين أحسن ونهين اللي الناس هتتابعها، الناس هتقول لك تعالى بقى نشوف اللي كسبت كتير. فهي دي الصواب الأولى، فهو لازم تحكم مخك في هذا الكلام، ماشي؟ إنما ما شكرا يا تجيبش يحيى، كلام نورت واحد كتبه وشرفت. غلط، واحد كتبه غلط وهو شكرا يا يحيى، بالتراب. شرفت ونورت. كتبه غلط ايه يا يحيى؟ هو في مصاحبة كتب غلط؟ انت بتهزر يا يحيى. طيب ابو علي ايش كنت بتحكي؟ والله انصدم، هو انصدم مازن، والله صدمة والله ما صدمة بتحكي صدمة. فيها جد، ولا كلام مازن صح، انا الغلطان. مو يعني بس افهمكم شغله، الشخص اول مره بسمع فيها وبقدر تحاوره بشيء يتعلمه هسه ما بينفعش يعني، فطولوا بالكم على الناس. نعمان كل عام دكتور مجدلين. اهلا دكتور مجدلين، اتفضل يا نعمان، الدور عندك. نعمان افتح الميكروفون وارجع للبث عشان ما ننزلكش. السلام عليكم. وعليكم السلام، الشبكة عندك ضعيفة يا نعمان. اسمع بره، صوتي مسموع؟ عايز صوتك اتكلم مسموع، اتفضل. بالكيبورد والصوت مسموع. صوتك مسموع، اتفضل يا نعمان. طيب، هو قصة المصاحب بس أظن إن في ردود كتير عليها. عارفين إن إحنا عندنا كذا مصحف، وعارفين برضو إن الكذا مصحف دول سيدنا محمد اللي قال. إيه المشكلة؟ يعود السند لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قصة القرآن والتنقيط والكلام ده كله، هو مين اللي قال إن لازم يبقى في إيدي مخطوط عشان أتحقق من خبر ما في الماضي؟ مش شرط، لكن ما ننكرش إن المخطوط وسيلة كويسة للتوثيق، يعني مش هنكر ده، بس مش شرط يبقى في إيدي مخطوط. يعني الكتب المقدسة المخطوطات بتاعتها تعود ما بعد الميلاد بألف سنة تقريبا، ومع ذلك بينسبوها لسيدنا عيسى. ف اتس اوكي يعني. تمام، ايه تاني كنتوا اتكلمتوا فيه؟ بس عشان واحدة واحدة كده في معانا حاجات يا كتير نعمان، اوي سؤال اتكلمتوا فيها. بسيط بقى يا نعمان. الاختلافات ما بين المصاحف. بارك الله فيك دلوقتي. ربنا لما عايز يكلمنا، عايز يقول لنا، يخبرنا خبر، عايز يخبرنا عن الناس اللي قاتلت مع النبيين، ولا عايز يخبرنا عن الناس اللي قتلت مع النبيين؟ عادي الاثنين، ايه المشكلة؟ زي مثلا اقول ما لك كان على آية يخبرنا تانية، يعني ايه عادي الاثنين يا يحيى؟ الذين هم سواء. ما انا هقول لك اهو، هديك المثال عشان تفهمني. مثلا الآية اللي بتقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، هتلاقي في قراءة تانية بيقول لك ايه، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناث. هل في اي تضاد في المعنى؟ الاتنين بيشرحوا وضع ما، لا، وكذلك مش دي الآية اللي انت مشكلتي، قلتها هي بتشرح الواقعة الكبيرة. مش دي مشكلتي. فاهم؟ نعمان، فما فيش ها مشكلة. جبريل للرسول، يا والاتنين نعمان، سيدنا محمد يا شرحهم نعمان، وقال. نعمان، أنا سألتك عن عباد الرحمن قول وعند الرحمن؟ معاك. انا بديك أنا مثال، سألتك عن عباد الرحمن وعند بديك الرحمن؟ مثال عادي. أنا بسألك، أنت بتسمعني ولا مش سامعني يا بديك نعمان؟ مثال وقلت لك ان الله عز وجل نزل الايتين. انا يا ما عنديش اي نعمان، مشاكل دلوقتي، انت عايز تعمل نعمان عندي سامعني؟ مشكله بالعافيه، انا ما عنديش مشكله، نعمان سامعني؟ انا سامعك ممكن لما اسالك تجاوبني وربنا على السؤال، سامعك. ما تجاوبنيش على حاجه انا ما سالتش عنها، علشان انا عارف عباد الرحمن وعند عند الرحمن، ما سالتكش عنها.
ربنا وانا دلوقتي جاوبتك بيحكي لنا، قلت لك اكلموا ربنا المؤمنين دلوقتي نزله الإله، الله عز وجل. بيحكي لنا حكاية. الحكاية ديت بيحكيها لنا في القرآن. الحكاية هو عايز يكلمنا عن مين؟ هل عايز يكلمنا عن اللي قتل؟ الآية دي بتكلمنا عن اللي قتلوا مع النبي، ولا بتكلمنا عن اللي قاتلوا مع النبي؟ علشان اللي قاتلوا دول مش كلهم طيب ماتوا، اللي قتلوا دول اديني ماتوا. رقم الآية. آل عمران 146 اديني أو رقم الآية. 144، 145 أو 146 على حسب المصحف اللي في إيدك. أنت بتقرأ من أنهي مصحف عشان أقول لك رقمها؟ اي اللي نفسك، فانا معايا كل المصاحف حرفيا في ايديا، فما يلا تقلقش. ماشي. آل آل عمران كام؟ عمران. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، أو وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، هتلاقيها في المصاحف، في بعض في حفص في حفص طب وشعبة. ايه المشكلة؟ اديني انت التضاد بين الآيتين. لا التضاد هجيبه لك بعد شوية، بس أنا دلوقتي ما اتكلمتش في التضاد، أنا اتكلمت في المعنى المختلف. لا ما انا عايزه في دلوقتي. آية، أكمل كلام؟ ايه المشكلة في المعنى المختلف؟ ما الآية اللي انا جبتها لك بتاعت عباد الرحمن وعند الرحمن معنى مختلف، لكن طيب الاثنين بيشرحوا نفس الحاجة، ايه بدك المشكلة؟ تضاد من جيب لك تضاد ممكن ما حبيبي. تجاوبش نحن عندنا لما اسالك عن ايه عباد الرحمن وعند الرحمن، جاوبني عليها، انا ما سالتش عنها، ممكن ما تجيبهاش في النقاش طالما انا ما سالتش عنها. ما هي هي يا مازن، لا مش هي هي، ركز معايا في اللي يا انا بسال عليه. عزيزي هي هي. الاثنين اروح بيشرحوا وقعة اسكندريه كبيرة، منين؟ الاثنين بيشرحوا ايه يعني؟ مثلا اروح مش اسكندريه، الآية اروح دي؟ اسكندريه، اروح اسكندريه منين؟ اسيوط بتطرح بالقطر. انا بسالك اروح اسكندريه منين، تقول لي هي هي. انا مش هي هي، ركز في السؤال اللي انا بساله. انت شايف هي هي، انا بقول لك مش هي هي، انا ما سالتكش عن هي عباد هي، الرحمن وعند الرحمن. انت يكون اوكي، اختلاف في انت شايف المعنى. باختصار شديد، اصل بص، لو انت شايف ان ماشي هي هي وعباد الرحمن هي عند الرحمن، خلاص حضرتك شكرا جزيلا ونشوف اللي بعديك. يكون حد فاهم ان عباد الرحمن غير كأي من نبي، ان انا دي قلت ايه ودي ان ايه في، تانية خالص. انا قلت ان الاثنين واحد، ولا قلت ان في عادي؟ انا قلت ان انا الاثنين ماليش واحد، دعوة ولا عادي قلت ولا مش ان عادي، في انا عادي بسأل عن اختلاف آية بسيطة جدا. بمعنى الآية عايز يوصل لنا؟ ماشي، ما انا بقول لك ان انا مقر معاك ان في اختلاف في المعنى لا اله الا الله، طب والاختلاف نعمان ده كان هدف مطلوب والله عز وجل، اراد ان بس هو فرمل يقيم بين فرمل، شد الناس. طب فرامل، ايه المشكلة معاك؟ شد فرامل، بس انت الاختلاف مقر ده معايا؟ ايه؟ انت تضاد؟ وقف وقف لا وقف مش هشد فرامل، ما وقف، توقفنيش انا عايز عند اتاكد من الاجابة اللي اللي انت انت قلته. عايلين الصوت بيوصل بطيء عنده، بيوصل متأخر، ما بسمع الطوالي. نعمان اقرا لي، الارقام اللي انت هتشوفها على انا الشاشه عندي، انا دلوقتي. بسمعكم على طول، مش عارف اقرا لي اللي انا هعمل، اقرا لي اللي انت شايفه على الشاشه. الرقم ده. ثواني عشان هي مسودة قدامي دلوقتي، مش شايف اي حاجة. بص على الشاشه يا نعمان عشان نتاكد ان اقرا انت مفيش يا ديلي في مازن عشان الصوت. الشاشة السوداء فعلا عندي. طيب انزل، يا عم انا مصدقك والله، بقول لك تتكلم انزل كده بنرد هتبوظ. بنرفعك، اقرا. بنرد بنرفعك يا نعمان. ظبط النت عندك عشان نسمع بعض، انت بتسمع مازن ويعني بيكونوا نفس الوقت، يعني بينفعش واحد متأخر على الثاني، مش حوار طرشان. هو اظبط النت عندك يا نعمان واطلب المايك مرة تانية. يلا اطلع يا عم نعمان. ها شايفني يا نعمان؟ نعمان شايفني؟ انا شايفك. يلا اللي انا اقرا معايا الارقام اللي انا هحطها دي. ها واحد، ماشي، ثلاثة، أربعة. في فرق إلى في الآخر عندك ماشي. مشكلة في أمال النت يا بتحكي نعمان؟ وصل ليه؟ في مشكلة في النت، يا حبيبي. أنا وصلت ستة وأنت عند اتنين. لا أنا ما عدتش لحد الآخر أصلا، أنا بقول لك إيه الغرض؟ ماشي، عدينا لحد ستة، وصلنا لستة. طب نعمان أنت سامعني؟ نعمان حبيبي أنا سامع، أنا أنت سمعت سامع معاك. متأخر. نزل ورجعوا يا مازن. بس ما أنا نزلت ورجعته. نعمان لا بص انا معايا، قلت له انا اساسا ما ممكن كملتش العد لسته، انا ما كملتش العد لسته. لو قلت لك مش عايز وصلنا اتعدل لسته ستة ماشي، ايه اللي بعد كده؟ عايز توصل نعمان ليه من المثال؟ يا عم، ده مش مثال، انا بتأكد ان في ديلي ولا لأ. ها معايا نعمان؟ ها لا ما هو كده كده في ديلي في الصوره يا مازن، في ديلي في الصوره، لكن الصوت بيوصل لي على طول.
عندك انت بس يا نعمان، ده اللي احنا بنحاول نفهمه لك. اعمل صبعك مثلا عشان افهمه، اعمل صبعك مثلا، واحد اتنين تلاتة أربعة واحد، يلا عد انت بقى ها عشان الناس تفهم تحت. معانا يا نعمان؟ أماني، ما أنا بقول إن في ديلي في الصورة. يا والله حبيبي عارف، أنا عندك انت معاك، بس سامعني؟ الديلي وصل لك صوت وصورة الاتنين. أنت سامعني؟ طب أنت سامعني دلوقتي؟ ايوه حبيبي انا بسمعك، انت اللي ما بتسمعناش متاخر. نعمان اظبط النت عندك واطلب المايك مره تانية. شكرا جزيلا. نطلع مين يا جادو، مين اللي على الدور؟ انا اللي مبين عندي بس حاتم. الحاتم ايوه الحاتم. في هافا ايل للاسف اللي حساباتهم برايفت بس المضيف بيشوفهم، فلازم يكتبوا على الشات. طيب هافال ايل، اكتب على الشات هافال ايل. اوكي كتب على الشات هافال ايل، هطلعه يا جد. تمام. مرحبا استاذ نتشبيل، شلونك؟ اهلا وسهلا، مرحبا عزيزي. انا قبل يومين تابعتك، ولو هذا مو موضوع اللي راح ادخل عليه، انا انسان ملحد لا اعترف باي شيء، لكن انت دخلت يا استاذ محمد سويت حسابات، تقدر تفتح فات يوم بث على الورثه؟ بس هاي حبيت اضيفه، على مود انت حكيت حكي عقلي وقف، انا لحد هسه دا افكر بيه بس مدى ما اقدر اركب عليه. اتمنى تفتح فات يوم يسلم عينك، اشكرك. شكرا استاذ، انا راح اتابعكم من جوا. اهلا وسهلا بك حبيبي، عيوني الاثنين حاضر. طيب الحاتم اطلب اكتب على الشات يا الحاتم لو سمحت. الحاتم اكتب على الشات لو سمحت. ارفعوا مازن. يلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المدعو مازن طرح بعض الشبهات. هذا صوت الحاكم. وهي شبهات واهية جدا، ولا أريد العبور حتى عليها، لكن سؤالي من باب النقاش الأكاديمي يناقش الإلحاد من باب الطعن في الإسلام، فهل تؤمن بالمسيحية واليهودية أم لا تؤمن بهما؟ أنا أنكر المسيح فاديا ومخلصا على الأرض وفي الملكوت. وماذا عن اليهودية؟ وأنا مش سفت الطين يهودي. إذا أنت ملحد. سؤالي إليك. طيب شوي شوي الحاتم بس ثواني الحاتم. شو في الدين في هون؟ اسمعني، في جملة فوق راس مازن شايفها؟ الدين جاء نظام للحياة البشرية، فكيف تنظمون حياتكم العامة؟ أي هل لديكم أخت أم أم زوجة؟ كيف تنظمون هذه الحياة؟ إذا كنتم ملاحدة فلا يجب أن تسرقوا شيئا من الدين، فكيف تتزوجون؟ هل تجوز الزواج الأخ من الأخت والأم والأب من بنته، وهذا وكل هذه الاضطرارات لأنها موجودة في الدين؟ لا يوجد لديكم شيء تقيمون به الحياة، ذكرها الله عز وجل ممكن في اليهودية. ممكن تسمح لي مازن أسأل الحاتم سؤال؟ والإسلام نسأل السؤال الكلاسيكي أبو علي، هو سؤالنا الكلاسيكي. طيب يا أخوي الحاتم، أريد أسألك سؤال. طيب أنا يعني طبعا أشوف أنه زواج الأم أو الأخت هو شيء يعني مستقبح بالنسبة لي أنا شخصيا، لكن حابب أسألك سؤال. في بداية البشرية حسب الإدعاء الديني كان في آدم وحواء، صحيح؟ حسب الادعاء الديني. نعم. إذا أنت لا تؤمن بهذا، فلماذا تتطرق أنا إليه؟ أنا لا أؤمن. لا أفهمني. لا يا أخي. أبناء آدم. أبناء إذا آدم. كنت لا مع من؟ تؤمن مع بشيء من؟ فلا تناقش فيه. ابتدأ الخجل. الآن ابتدأ العم الحاتم يخجل من دينه.
لا اخجل، ان انتم انت تؤمنون انت قلت لي انت الان قلت لي يا ملحد يا بان اسكندر اجدادكم مثلا ليش ما بتنكح انتم امك انتم واختك؟ انا بدي اريد انتم اجاوبك جواب منطقي. انتم تؤمنون بان اجدادكم قرده، رايت؟ انا لا هذا اؤمن، صحيح. انا اعتبر الايمان وسيله سيئه للوصول للحقيقه. الايمان هي اذا يعني كيف جئتم الى هذه الحياه؟ انا اصدق نظريه التطور، روح اقرا عليها واتمنى تتعلم. اسمعني يا اذا ملحد، انتم اجدادكم جاوبني قرده. الان، انا اجاوبك. اسمع، انا جاوبتك على اكثر من سؤال، انت جاوبني الان. ادم وحواء جابوا ابناء، هذول الابناء مين نكحوا عشان تكاثرنا احنا بشر؟ ما هو سؤالك هنا؟ أنت لم تسأل. سؤالي ادم وحواء انجبوا ابناء، هذول آدم الابناء عليه ما الصلاة والسلام كيف وأمنا تكاثرنا؟ حواء ادم وامنا حواء عليهما الصلاة والسلام. كما جاءت في الروايات الصحيحة، فإذا كان لا يهمك الأمر لا اوكي، يجدي من اكمل إعادته، معي، امشي لأن امشي الله معي. عز وجل قال في لا القرآن تخجل يا إنك عمي، لا لتهدي. تخجل يا وأنا لا عمي، لا أخجل، هذا الدين يتبعه 2 مليار حول العالم. ما فيش مشكلة، لو كانوا كم 3 مليار عددكم؟ كم يصدقوا ان عددكم احنا حول اجينا من العالم؟ زواج عشرة محارم، ما عندي آلاف مشكلة. كم عددكم؟ 10 آلاف؟ 20 ألف؟ واحد مازن وحيد، هو مازن إذا وحيد ما اذكر تبع لي مازن عليه السلام. كيف نظمتم الحياة الأسرية إذا أنتم ملاحدة؟ طيب اذكر لي اوكي يا دليلا عزيزي واحد. حاضر يا عزيزي، ممكن تجاوبني دعك على من السؤال؟ الأديان، أنا أريد أن ألحد، اثبت لي هذا حتى حاضر ألحد، دعك من حاضر، الأديان. وانا اريد ان اسلم ارجع الى دين الحق. قل لي قابيل وهابيل مع من مارسوا الجنس؟ أقول لك شيئا حتى يهنأ قلبك، هذا الأسلوب الذي تتخذونه في هذه الجلسة هذا أسلوب اليهود في الطعن في الدين، هكذا سيحكمون عليكم اسكندر الناس. احكي انا معاه مع ابنك اسكندر. إذا كنتم أصحاب دعوة طلع الحاتم، بما الحاتم اسمعني، ادعوني إلى طلع الحاتم، إذا كان لديك علم. لحظة واحدة اسمعني، سامعني؟ أسمعك، ادعوني إلى الحال طيب. أرجوك، أنا طب أريد أول أن شيء أفهم. السلام عليكم يا حاتم. الحاتم كيفك أول شيء؟ الحمد لله إن شاء الله دائما. اسمعني يا حاتم، قبل ما ينزل القرآن أنت اللي بمنعك هسه النكاح المحارم القرآن صح؟ أنا لا شك لي في ديني، أنا لا ليس حلو، لدي أنا شك ما في ديني. شكك بدينك، أنا بس اسمعني، أسألك حتى أنا بدي أجاوبك بس طول بالك. لماذا أنت طريقتكم فقط في الطعن في الإسلام؟ لا أنا ما بدي أطعن بالإسلام، أنت يا الحاتم بس لو سمحت، ما بدي تفضل أجيب، لا بدي أجيب سيرة تفضل آدم ولا حواء ولا شيء، ركز معي. تفضل تفضل. أنت اللي بيمنعك من زواج المحارم هو الدين صح؟ القرآن. الدين نظم حياة البشر. حلو، كلام سليم. شكرا. طيب قبل ما ينزل القرآن هل كانوا الصحابة يمارسوا الجنس مع أهليهم زواج محارم؟ يعني إن الله عز وجل فقط أرسل هذه الرسالة هذول الأخيرة كانوا مشركين صلى الله عليه وسلم. طب ركز معي يا الحاتم، هم ما كانوا مؤمنين لا أنت بالنصارى، تتكلم هم أنت لا كانوا تتكلم مع نصارى. شخص اسمعني طب الحاتم، لحظة ركز فقط معي لا لحظة فقط يا يا اخوي، يا أستاذ اخوي ركز أنت بس معي، بس تتكلم ركز معي. أنت تتكلم مع تربط شخص عنده ملفات يا حافظ زلمه، القرآن على 7 روايات التي على ذكرها عيني الشيخ وراسي، كل احترام لك، الأخ كل المصري الاحترام لك، ذكر له بس 14 مصحف يا هذه الحاتم الروايات. مش هذا إذا سؤالي، كنت لا مش هذا تجيد اللغة سؤالي. العربية أنا أعلمك، إذا كنت لا طيب تجيد شكرا لك، هسه اللغة راح اتعلم العربية منك، أنا بدي أعلمك. اتعلم منك يا اخي، بدي لا اتعلم منك أنا بس فقط طول بالك علي. سؤالي أريد أن ما ألحد، انا ادعوني إلى الإلحاد، بدي اجاوبك يا الحاتم ليس لو لديكم شيء. سمحت، بدي اجاوبك. تفضل تفضل. نفس المانع اللي رد الكفار عن الصحابة قبل الاسلام هو نفس المانع اللي عندنا. ليس هناك مانع، الذين كفروا، شو اللي منع الصحابي ما يمارسوا الجنس؟ الذين عبدوا الاوتاد يعني انت جاءتهم بتقول شوي يا الحاتم، هل تعلم ان الله عز وجل ارسل من الرسل ما لا يقل من 35,000 رسول جاء في الحديث الصحيح، وقال الله عز وجل في يعني القران يعني انت ومنهم من بتحكي انه الـ قصصناهم الـ عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك يا استاذ يا استاذ. طب يا الحاتم استاذ. طيب انت، ما انا بسمعك يعني انت بتحكي انه الأصنام هاي مبعوثة من عند الله صح؟ الأصنام جاءت بعد ما نزلت هذه الصحف، جاء الشرك على الأرض من الشيطان، يعني فهذه طيب الأمم اللي التي كان يعبد، طب هذه الحاتم الأمم يعني اللي الموجودة كان في يعبد جزيرة الأصنام، اللي كان يعبد الأمم الأصنام اسمعني لو سمحت يا حاتم، اللي كان يعبد الأصنام من عند الله الذي كان يعبد الأصنام
كان قبلها يهوديا ثم أصبح مسيحيا ثم أشرك بالله. جيب لي دليل أنهم كانوا يهود بالأول. إذن من الروايات الإسلامية. إذا أنت أتي لي بدليل من السجن المدني في قريش. هذا عمر بن الخطاب كان مسيحي أم وثني؟ أنتم أنا بسألك لا تجاوب في حتة ثانية أنتم أصحاب عقيدة الحاد، مش حتوصلوا معها الحل. خلاص زين، أنا يا الحاتم أنا اللي بدي أوصل لك إياه يا الحاتم. لا توصل لي شيئا لأنك أنت عقلية بدأ، أنا مش أنت سألت سؤال مش بدك جوابه ولا ما بدك تسمع جوابه؟ أنت لا تملك عقيدة الإلحاد. طب ما هو أنا بدي أجاوبك بس أنت ما بدك تسمع. أقول لك شيئا، أنت ما بدك تسمع، ليش بتسأل؟ طيب أنت ليش بتسأل إذا أنت ليش بتسأل إذا أنت بكاش تسمع جواب؟ أعلمك في الإلحاد لأن لدي بعض الأصدقاء. تفضل علمني الإلحاد. علمني اليهود ومن المسيحيين ملحدين، لكن علمني الإلحاد. تفضل. الذين أنتم تنزلون به حتى أنهم لا يقرون بالأم والأخت والأب. يعني أنت بدك تقنعني، يعني أنت بدك تقنعني إنه في واحد قبل 1500 سنة جاء الوحي وقال له هذا كتاب، هذا كلام الله اللي في منه 14، اللي في منه الآن 14 نسخة. أنا لم آتي بدعوتك للإسلام، هل دعوتك للإسلام؟ يعني الآن في عندي 14 نسخة من القرآن. لم أدعوك للإسلام، لم أدعوك للإسلام. 14 نسخة، هذه 14 رواية يا أخي، إذا كنت جاهلا فأعلمك. هذه 14 رواية. أوكي، ليش 14 رواية؟ أنا أصح منها سبع روايات. مش هو كتاب محفوظ؟ ليش 14 رواية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لك، اعتراف. لن تستطيع، ستنزلني لأنك لن تستطيع النقاش. أنا برد عليه. عادي، ما حدش بيرد على حد عندنا. شكرا. شوية هدوء بقى. يا شوية هدوء. خدنا فقرة فيها دوشة وصداع. احنا هو صداع، أعطيك إياها من الآخر. البس عندنا هادي، بنناقش بنسمع بعض، اللي بدخل بس يقعد يتكلم. ده كده الحياه وحلو. فيصل حط المايك على الميوت. مسلم بس هذا الرجال. فيصل حط المايك على الميوت. سكر المايك لو سمحت فيصل يا عزيزي، وراح تاخذ فرصتك. اتريا دوري راح تاخذ فرصتك كامله بالكلام، بس ارجوك بس خلي مازن يكمل. عندي كلام، انا وايد كلام عندي. يلا خلاص. طيب شفتوا يا جماعه الطريقه اللي بيتناقشوا فيها؟ ما فيش حد بيسمع. انتوا الناس اللي قاعدين معانا طول الليل وسهرانين، شفتوا البث كان ماشي ازاي؟ بس بيمشي بهدوء وببساطه، بنتكلم في نقطه 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 بنقطه، والناس بتاخد الادوار بتاعتها وتاخد الوقت بتاعها بالكامل. طيب استاذ فيصل، الدور عند حضرتك، هتقول نقطه هنرد عليك هنتناقش فيها، بعدين نتنقل للنقطه اللي بعدها. ولو سمحت اي حد اتكلم في حاجة ومش موجود معانا دلوقتي ملناش دعوة بيه لان هو مش موجود. خلاص انتهى الموضوع. اتفقنا؟ يلا اتفضل يا استاذ فيصل. يا انا عارفك من زمان، اتابعك صار لي سنتين. تفكيركم حلو، انا مسلم بس تفكيركم حلو، وانا وصلت مرحلة اتكلم ولا اجيب العيد. كلامكم حلو، تفكيركم حلو، انا ما اعرف كيف اوصل. يعني اقول انا غلطان ولا انتم غلطانين؟ ما وصلت هالمرحله، فهمت علي؟ وانت يا مازن، انت سوري طاح تلفوني. يعجبني كلامك، اصحابك الموجودين أعرفهم، أظن كلهم ضايفنهم أنا أصلاً، يعني ما خليت حد ما ضفته أنا. بس أنتم يعني مثلاً شو أقول؟ أنا أحاول كمسلم، أنا أحاول أوصل الحقيقة، فهمت أي؟ وكلامكم حلو، يعجبني كلامكم، أقعد فيها وكيف، فهمت علي؟ سوري في حد دقيقة. طب مازن، أنا راح أطلع آية طالبة قست، أوكي، وكتبت صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. يسعد أوقاتكم.
اهلا وسهلا استاذ علي، تفضلي اموري. اوكي يا شباب انا اسف. شكرا يا حمايه، والله عليك صالح. اخي انا من سوريا وعندي اطفال ايتام ساكنه بالمخيمات، محتاجه دعم في مساعدتكم لالي. انا جاني حد وغيرت الموضوع. مهم يا مازن. شوف يا مازن، انت الشخص الوحيد اقعد اتفيق عليه يا اخي، كلامك عجيب. انا مسلم، انت تضيعني مرات. احب اسمع منك. وعندك الشباب اللي تحت، في واحد ما اتذكر اساميهم موجودين في القصد، اثنين موجودين ما شاء الله عليهم. احب اقيس اقعد كذا. انا مسلم بس احب استمع منكم. وعندك الدكتورك، دكتور الاماراتي صح؟ لا ما فيش حد دكتور اماراتي معنا. الدكتور اللي كان موجود راح، دكتور الشمري. دكتور الفيزياء. ما شاء الله. شوف في ناس تتكلم بالعقلانيه، فهمت علي؟ طيب معلش فيصل، انا بس علشان في ناس كتير منتظرين الدور، قول لي نقطه بنقطه، يعني ايه النقطه اللي انت عايز تسال تتناقش فيها؟ انا ما عندي نقطه اتناقش فيها، بس عندي نقطه شغله واحده عادي اقولها واخلص قبل ما الناس تدخل. انه انتم هذا يعني احب اقعد عندكم واسمع وكيف، ما احب الناس تدخل تتضارب. فهمت الناس هذول اللي ما عندهم سالفه، هذا ما عندهم. يا عمي اسمع، اقتنع، ما اقتنعت توكل على الله. بس هذا الكلام اللي بقولها بس. شكرا فيصل، اهلا وسهلا بك يا مازن. يسعد لي صباحك ويسعد لي جوك. على الجستات الناس الموجودين، كل واحد واحد ما على اساميهم بس ما شاء الله عليهم. بس طيب يا سيدي، ما عندي كلام زياده. يسعد لي صباحك وجوك يا سيدي، اهلا وسهلا بك. شكرا لك يا فيصل. نعمان زبطت النت عندك يا نعمان؟ الله ربك يستر بقى يا مازن. يلا يلا معايا كده. ها شايف ايه؟ سامعني؟ انت شايف ايه؟ سيبك من العد بقى كأننا على نعمان. الهاوس يا نعمان. مش لازم نعمان. نفس المشكله يا مازن. نعمان اول ما بطلع الصوره بتاعتي نعمان، فكأننا على كلاب هاوس مش حوار. نعمان مازن مش شايف ايوه الصورة. ايوه اسمعني. الو الصوت. انا بقول انا مش شايف الصوره بس. خمس ثواني ولا ست ثواني تقريبا في تاخير للاسف. عزيزي شوف انترنت افضل وتعال، واهلا وسهلا فيك جاد. وفي عندنا جاد شمس، وفي عندنا عصام وجيجي. طيب عصام كتب اكثر من مره على الشات. خلاص اوكي اساعد عصام. يلا يا عصام تفضل. افتح الميكروفون يا عصام تفضل. عصام اختفى يا شباب. ايزي استني قلت له حاضر مش راح فك الحظر المرة الجاي ان شاء الله مازن. يلا جيجي بونجور جود مورنينغ سلام بجميع اللغات، تحية الأستاذ مازن والإخوة اللي كيناقشوا. أنا صراحة عجبني اللايف وبغيت نشكركم عليه لأن فيه بزاف ديال التوضيحات، وبغيت غير نعرف بأن هذيك القصة ديال آدم وحواء ديما كنت كنقولها مع السؤال ديما كنطرحه، دائما بطرح نفس السؤال، وكانوا ما بي لما بيعوزوا يجيبوا جواب بيقولوا لي لا عشان في حور عين نزلوا بالاول، عشان كانوا في ما كانوش في اخوه مع بعض،
عارف يعني، دايما بيحاولوا يلاقوا إجابة عشان يقنعوا نفسهم إنه كلام المنطق والعقل لا ليس له، مش ما فيش داعي إنه يعني ينطرح السؤال ده. ولكن هذه القصة ديال المصاحف، أنا معاكم في الرأي، لأن أنا ما عنديش، أنا غير بغيت أول مرة نسمع القصة ديال 14 مصحف. أنا ما كنتش، أنا بالنسبة لي في مصحف واحد بس. يعني لا، إلا كنت غادي نهضر غنهضر حتى على مسألة الإرث. فالإرث اللي الصوره اللي كايه اللي كتجي للذكر مثل حظ الانثيين، احنا في الوقت الحالي المساواه بين الرجل والمراه صارت مطروحه بشكل يعني فارضه نفسها، مع يعني صارت المراه ممكن تظل بدون زواج، بدون رجل يحميها وتعتمد على نفسها. فشنو هو الحكم ديال هاد الناس اللي كيشوفوا هذيك الايه فيها ظلم للمرأة في تقسيم الإرث، في الصورة ديال الإرث، مع أنني أنا ضد فكرة الإرث، أنا ضد في أنا مع فكرة أنني نجتهد ونجح في حياتي ونخدم على نفسي، كل واحد يخدم على نفسه. أنا ما أنا مش عطلانة ولا واقفة على إرث، لأنه هذاك الإرث إلا جينا نفكره بالشكل المنطقي العقلاني لازم يروح عند الناس اللي محتاجين، يعني لازم يتعمل بيه شي عمل خيري، شي حاجة اللي فيها خير، ماشي الإرث لأنه أنا يعني المهم عندي واحد شوية ديال العلامات استفهام حول هاد المسألة. وشكرا. ميرسي، شكرا جزيلا جيجي. اسمح لي طيب لازم بس أضيف شيء على هاي القصة. عندك غير قصة آدم وحواء، يعني حتى كتب العهد القديم والعهد الجديد مليئة بهاي القصص. يعني بعد طوفان نوح كمان أبناء نوح مارسوا جنس مع أخوة مع تقريبا أبناء أخوهم، تمام، لأنه أخوهم هو قبيلة كان سام وحام، تقريبا سام هو اللي كان عنده بنات، والبنات هذول تزوجوهم اخواته من الكتاب المقدس. وعندك ايضا آية تانية بالعهد القديم، واخذ عمرام يواكب عمته زوجها له فولدت له هارون وموسى. وعندك شيء تاني بالاسلام، زواج الاقارب، زواج بنت العم وبنت الخال، اللي هو يعتبر في كل مكان بالعالم امر مستقبح. المسلم عنده ما عنده المانع انه هو يتزوج بنت عمه وبنت خاله، مع انه حتى علميا العلم اثبت انه في فرصة كبيرة لانه يكون في أطفال مشوهين وفي مشاكل حتى في الذكاء وفي الأشياء هاي. فنحن هاي الأسئلة بنطرحها ليش؟ لأنه كيف لإله كلي العلم، كلي العلم إنه يقول حلال إنه أنت تمارس الجنس مع بنت عمك وبنت خالك وتتزوجها؟ ففي مجموعة أسئلة في خصوص هذا الموضوع. لكن دائما المسلم لما بيجي بيناقش الملحد بيقول له ما هو المانع إنه أنت تنكح أمك وأختك؟ يعني هذا السؤال الكلاسيكي عنده. لسبب شو؟ لازم لسبب لأنه هو يعتقد اللي مانعه أنه يقوم بهذا الفعل أنه آية بالقرآن حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم. مازن، نقول شوية أحداث، يعني أنا ممكن أرد بالتأصيل الفكري والأخلاقي لهذه المسألة، ولكن مش هرد، هرد من داخل الشريعة. طيب اللي يطلع يسألني، خلينا نطلع بس أسأل جدو، اطلع مين في اللي عليهم الدور، وتفضل يا ابو علي خد الميكروفون مفيش مشكلة. جدو اطلع مين اللي عليه الدور، في عندنا أسعد وعمر. طول بالك علي. أسعد عمر اكتبوا على الشات لو سمحتوا. طيب انا شفت عمر بالأول، طلع عمر. اوكي تفضل يا ابو علي. انا هرد من داخل، هرد من جبت داخل. جبت. تفضل يا جد. طلعت عمر. انا طلعت عمر وطلعت كاندي. طب بس خلينا، كاندي صديق لنا. عمر سامعنا؟ بس عشان بس اتاكد يا ابو علي، بس بلا شيء يفلمنا. عمر نداء الاخير نزلوا يا مازن. تفضل ابو علي. اولا ابراهيم كان متزوج اخته، ولما راح على فرعون قال له هاي اختي. اوكي. ثانيا
أبناء آدم الاثنين نكحوا أخواتهم، والبشرية تكاثرت في السردية الدينية الإبراهيمية إجبارا عن طريق نكاح الأخوات. فالأخلاق دي لم تكن مطلقة عند الإله، بل هو غيرها وبعدين حرم نكاح المحارم. النقطة الأهم عند الأصدقاء المسلمين، وأنا أحب أي حد فيكم يقدر يناقشني فيها يتفضل بالأدلة. هل أنا لما أروح وأزني والزانية بتنجب بنت، هل هذا ينسبها إلي بالتبني؟ إطلاقا لا، وهي مش بنتي، لأنه التبني ينسب بالفراش في القاعدة الفقهية في الإسلام، وبناء عليه فإنه يحق للمسلم أن ينكح ابنته من الزنا، والقاعدة الفقهية تقول أن ماء الزنا لا يحرم. واللي يحب يناقش هاي القواعد الفكرية يروح يشوفها في دينه ويرتكز عليها، وبعدين يجي يسألني لماذا أنا لا أنكح أمي أو أختي أو بنتي. أنت أصلا قواعدك الفقهية بتجعل لك أنه حلال أنك أنت تروح تنكح بنتك. والرواية اللي بنيت قبل الجاهلية، وهي رواية ضعيفة على فكرة، أن الخطاب نكح امرأة وأنجب منها بنتا ثم تزوج البنت وأنجب منها عمر بن الخطاب، وأنا أنا أقول أنا رواية ضعيفة، ولكن الشريعة الإسلامية لا تمنع هذا بجميع المقاييس. أنا أديت قواعد فقهية عفوا، روح تثبت فيها وتعالى ناقشني وتعالى اسألني نفس السؤال. تفضل. شكرا يا ابو علي. كاندي انت كنت طلبتي المايك وطلعتي، فلو كنت طلعتي بالغلط انا بعت لك اسمه ايه ده؟ ده انت طالعين اوكي دوستي بالغلط. اوكي طيب. ومنور البث استاذنا. انا بعت لحضرتك برضو انفايت تو سبيك استاذ محمد صالح، لو حبيت تطلع في اي وقت حضرتك معاك انفيتيشن تطلع في اي وقت استاذ محمد صالح. طيب الدور يا جادو. في معانا اسعد، اسعد عيد وجنريشن 5. ارفع اسعد. يلا يا اسعد افتح المايك وتكلم يا اسعد. افتح. اهلا وسهلا، صباح الخير. بونجور، صباح الفل. ايوه، الموضوع عند حضرتكم النهارده ايه هو؟ اي هرطقات الحاديه من اللي انت كنت بتسمعها واحنا قاعدين؟ والله كنت حاجه سمعتها اللي هو بيقول لك الواحد ممكن يتجوز بنته من ماء الزنا، يعني لو واحد راح عمل جنس عملية جنسية مع واحدة مش مراته والست دي اتخلفت بنت، يقدر يتجوز البنت دي على سنة الله ورسوله على مذهب الإمام الشافعي مذهب أهل مصر. كويس كويس، يعني في مذاهب تانية تمنع كده؟ لا، بقيه المذاهب الثلاث يعني المالكيه مقسومين في الموضوع. في بعض الجمهور المالكيه الجمهور بيمنع. لا مش الجمهور، المالكيه. أيوة. مقسومين الجمهور، يعني ثلاث مذاهب المالكيه مقسومين فيه. ودليل الجمهور ايه هو؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، احنا عندنا نص بيحرم البنت، ولكن هي لا تنسب له شرعا، ليست بنته الشرعيه، بنته من حرام، واحنا بنقول ولد غير شرعي. خلاص، دلوقتي انا عايز الاخ اللي طرح الموضوع ده يعرف ان في حاجه اسمها الشك معاك، وحاجه اسمها معاك الاخ ابو علي مصطفى، بس لو سمحتوا انتوا الاثنين كل واحد فيكم يتكلم ويقفل ميوت ويسمع التاني. اتفقنا؟ حلو. اول لما تشوفوني بعمل كده معناها ان انتوا ابتديتوا ما تسمعوش بعض وان انا لازم اتدخل. اتفقنا؟ كويس. اتفضل يا ابو علي، معاك الاستاذ اسعد. اهلا وسهلا صديقي. اهلا حبيبي. انا اولا طرحت ثلاث مسائل، فيهم اثنين انا قادر اناقشك فيهم. طيب المساله، كيف ينسب الولد للاب او البنت للاب في الدين الاسلامي؟ ادعوهم لابائهم، هو اقسط عند الله. طيب لو حد راح زنى، او واحده راحت زنت هي متزوجه وراحت زنت وانجبت بنت من شخص آخر مش زوجها، لمن تنسب البنت؟ لو الأب علم إن هي مش بنته، في حاجة عندنا في الفقه اسمها اللعان. ما علم إلا بعد الولادة عزيزي.
اختصر لك، ما علم الا بعد الولاده الطفل، علم بالدي ان ايه، يعني راح بعد لما صار عمرها 5 سنوات البنت راح عمل دي ان ايه، اكتشف انه هذه مش بنته. من وقت ان يعلم الفقهاء بيعطوه 40 يوم يروح ينفي النسب، عنده 40 يوم حين هو يعلم. هو سافر قبل الولاده ولا بعد الولاده؟ حين يعلم عند العلم. صحيح انا بعد صحيح الكلام ده غير صحيح. أسعد بدلس هو سافر لمدة سنتين، رجع لقى زوجته عندها ولد أو بنت، بنت خلينا نقول بنت. لمن تنسب البنت؟ حين يعلم، اسمع لي، بداية تنسب للفراش الزوجية، لأن الفراش هي ولدت، هي ولدت وهو مسافر. متى علم؟ لحظة واحدة، لما رجع لقاها ولدت والبنت مسجلة باسمه. حلو، حين يعلم عنده وقت ينفي النسب ويلاعن المرأة ويطلقها. بناء على إيه؟ بعد الولادة ما عنده وقت لا للعان ولا لأي شيء. الكلام لا حبيبي، اسمعني أخ، دلوقتي لازم تعرفوا في قاعدة فقهية. متى علم زوجه؟ قاعدة فقهية تقول الولد للفراش. هذا لو كان هناك شك، في شك بيبقى الولد للفراش، لأن فراش الزوجية طبعا يقين. ما في شك طبعا، لأنه هو مش لا موجود. حين يكون سيفر. شك تقبلها على نفسك يا اسعد حبيبي، لو في شك دلوقتي، ما هو انا بنام معاه واحد ثاني نام معاه، في شك في الموضوع يا اسعد. يا عم اسعد نعم؟ تقبل على نفسك اي موضوع، تقبل على نفسك انه انت ينسب لك ولد مش ابنك؟ لا بترفضه لو انت علمت حين تعلم حبيبي. لو انت عندك شك اعطيني عالم واحد من علماء الاسلام قال تستطيع انه انت تنفي الولد بعد الولاده. ايوه قالوا ان حين يعلم الزوج ان علم منها حملا. خلاص هات الدليل يا صديقي. لا الكلام الفقهاء قال لك ان علم منها حملا. علم لازم تنتهي حملا مش ولاده. حملا مش ولاده يا صديقي. مجرد ما اشوف ما قبل الولاده حملا حين يعلم. بالضبط يعني بعد الولاده تنسب له بالفراش البنت. ايوه تنسب له. ايوه حين الولادة تنسب له، لأن العلاقة موجودة إذن زواج. إذا هي مش بنت الشخص اللي راحت زنت معها الزوجة. إن كان هناك شك وظن فهي للفراش. يا صديقي اتفقنا أنه بعد الولادة لا يجوز له أن يطعن في أبوته للبنت. طبعا لا، إن علم حبيبي، لا إن عرف إن الولد مش ولده. دلوقتي في الموسوعة الفقهية الكويتية. الموسوعة الفقهية الكويتية تعترف وتقر بالبصمة الوراثية. الـ ADN معروف عندها يعتمد، ولكن يعني العلماء نصحوا ان يكون عنده تحليل من عند اكثر من طبيب، اكثر من مستشفى تعمل له التحليل حتى يتيقن ان الولد ليس ولده. حين يعلم انه مش ابنه ممكن ينفي الولد. يعني انه البنت ممكن ان تنسب له هيك ولا لا؟ طبعا، ما الفراش طيب. الزوجية موجود. جميل جدا. اليقين يعني الأب الزاني دي مش بنته. لا مش بنته. ما الذي يمنع فقها أنه يتزوجها؟ ولو مش عارف، لو ما فيش حد عارف مراتك ومعاك، ما فيش حد عارف الولد ابن مين، بتمشي العلاقات. أنا بقول لك التالي واللي اتفقنا فيه، أنه بالإمكان أنه البنت دي تنسب لأبوها. واتفقنا انها مش بنت الزاني. اذا نمر للسؤال اللي بعده، شرعا ما الذي يمنع من ان الزاني يجي ويتزوج البنت؟ بس احنا دلوقتي في حاله ما فيش حد عارف حاجه، وانت دلوقتي الناس الوضع القائم الان لما كثر الزنا اكيد في ناس مش اولادهم اكيد، بس اللي موجود في على في زواج وفي واحد بيزني من بره. انا بسألك في الشريعه الاسلاميه. معلش معلش، القران حبيبي ولا ياتينا بدون الاسلاميه. اسمع القران، ما الذي يمنع شرعا الزاني انه ياتي ويتزوج البنت في الشريعه الاسلاميه؟ بس مين اللي عارف ان هي بنته؟ مين اللي عارف انه فين مين عارف ان هي بنته؟ هي بنته، احنا اتفقنا انه الزوجه راحت زنت ونسبت البنت لابوها. بس ما فيش حد عارف، الزوجه لم تقر، الزوجه ما قالتش ان انا ده ولد ده، ما قالتش صح؟ الزوجه نسبت البنت لابوها الذي كان مسافرا والذي لم يكن موجود. خلاص ما الناس مش عارفه. لو ما فيش حد عارف انت، يعني والله العظيم ما موجود حاليا دلوقتي، لو ما فيش حد عارف انت هتلوم من تلوم؟ انا انت مصري يا صديقي؟
ايوه، مفيش حد ما عارف هي دلوقتي دي القاعدة بنت مين، المطبقة بتقعد في تلف مصر في راسه. هذا المجال؟ ما هي القاعدة الفقهية المطبقة في مصر في هذه الحادثة؟ حبيبي دلوقتي الصورة اللي أنا انت بسألك، بتاخدها، أنا بسأل، انت هل هي بتعطيني دلوقتي. تحليل الأديان وإلا الولد للفراش؟ طبعا حبيبي، انت دلوقتي الصورة اللي انت بتقولها لي هو أنت ما دلوقتي جاوبتنيش، أنت ما جاوبتنيش. أنا زي ما بقول لك جاوبتكش. في مصر والجزائر، ما هي القاعدة المطبقة؟ هل هي القاعدة الطبية أم الولد للفراش؟ في العالم كله حبيبي دلوقتي، في العالم كله دلوقتي ما فيش حد عارف ده ابن مين، بيبقى ابن جوزها في العالم كله، يعني يعني ما فيش حد عارف ان ده بنته طيب خلاص، لو بدون أثبتنا فرض الأب في بتحليل العالم الأدي كله إن، لحظة واحدة، أنت ما تردش على الأسئلة يا صديقي، ودي مشكلة. لو حبيبي. انت في أثبتنا العالم كله دلوقتي في في مصر لو أثبتنا بتحليل الأدي إن أنها مش بنته، هل يأخذ القاضي تحرم بتحليل عليا. الأدي إن، لحظة واحدة، في هل القاضي بيأخذ بتحليل الأدي إن أم بالقاعدة الفقهية الولد للفراش؟ حبيبي الولد للفراش ان وجد شك خلاص، لان اللي راحوا للرسول، وعلى مع ذلك الرسول قال احتجبي منه يا سودة، ولكن القاعدة اسمع الولد. نبدأ من الأول. رجل سافر، أنا سافرت، هطبق على نفسي، معلش أنا أتنازل وأطبق. أنا سافرت وغبت لمدة سنتين، وعدت لقيت زوجتي عندها أنجبت بنت وعمرها 9 شهور أو سنة، يعني حاجة زي كده، أوكي، لا ونسبت اتفق عليا انا البنت. عشان ما تزعلش انت، انا سافرت، انا سافرت وجيت لقيت مراتي عندها ولد. لحظة، معلش، أنا وأنت زي بعض. أنا لا عشان سافرت، ما تزعلش، لو مشي معاه ما قال لك لا انا لا مش سافرت سالي، شو بدك يا ابو علي؟ خلاص هو عمل المثال عليه. شكرا يا اسعد. انت الان سافرت ورجعت بعد سنتين، حلو. رجعت لزوجتك عندها طفل بعمر 9 شهور، اكيد هو مش ابنك صح؟ انا اللي بقرر مش انت، انا اللي بقرر خلاص. ليه ما هو بقرر ما انا، بتقرر. ليه هل بقرر في انا فترة بقول لك، حمل أكثر من 9 شهور عزيزي؟ بس هقول لك حبيبي، انا ممكن الحمل يا اخفى على دوبك الناس ان 9 شهور. انا رجعت البلد، بس انا برجع في السر وبكون معاها، ما فيش حد من الجيران لا بيعرف، أنت ما ما فيش حد من رجعت الناس يا بيعرف، حبيبي، أنت ما فانا رجعت، ما القرار دامنا لي مثال انا مش عليك، لكم إحنا انتوا. أنت ما رجعت سنتين، أنت سافرت سنتين ورجعت بعد سنتين بالضبط، وجدت زوجتك عندها طفل بعمر 9 شهور. بعمل تحليل اديني، بعمل تحليل. أوكي، هي أنجبت الولد وحطته على اسمك، هل تستطيع نفي الطفل؟ طبعا كيف؟ كيف؟ فين أعطيني، الكلام ده؟ ومن قال من الفقهاء هذا الكلام؟ تفضل. حبيبي دلوقتي الولد يثبت، لان احنا عارفين لا ان ده ما ابني تقول، أرجوك بس أسعد، أرجوك خلاص. خلينا نتفق على نقطة نظام. شوف أي وقت كلام بتقوله بدك تجيب لي مرجع، تجيب لي مرجع اللي أنت عم تقرأ منه وتقول لي قال فلان الإمام الفلاني كذا كذا بخصوص هذه المسألة، ما تجيب لي كلام خلاص، من انا مش عقلك. هجيب لك قاعدة فقهية، انا هجيب لك ام القواعد الفقهية، يرضيك؟ طيب اجيب لك يا اكثر، سلام عليك، جيب لي ام القواعد الفقهية واذكر اجيب لي لك المصدر، ام من وين القواعد قرأت هذا الكلام؟ الفقهية دلوقتي خلاص. حبيبي الفيصل عندنا هو امتى يعرف الرجل، امتى يتيقن ان ده مش ابنه، ان علم الفقهاء بيعطوه وقت يقرر في ابنه ولا مش ابنه خلاص، عنده وقت. الفيصل عندنا شوف مازن، عندنا سامع قاعدة الكلام في ام يوازن، القواعد سامع الفقهية، الكلام يوازن، في ام يوازن الكلام القواعد هذا الفقهية زيه، اسمها هل العذر الكلام هذا بالجهل، صحيح؟ العذر طب بالجهل. اسكندر، خليني اسكندر، خليني اسكندر، ابو اكمل علي، استنى القاعدة، شوي، اعطيك استنى ام شوي، القواعد، اسعد 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 خليني اكمل. شوي ابو اسعد، طول بالك، راح اخليك تحكي اللي عندك تمام. مين من الكلام اللي عم بقوله الان؟ بس انا طب حابب هو افهم. بس استنى شوي اسكندر، عشان احنا لا انا سامع ولا اللي تحت سامعين. تفضل اسعد، ومازن راح يرد عليك بالاحاديث او ماني. تفضل يا اسعد. أم القواعد الفقهية عندنا قاعدة اسمها العذر بالجهل، يعني الإنسان مش عارف خلاص، قال سبحانه ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، يعني الواحد مش عارف لا يطالب خلاص، الإنسان رفع عن أمة الخطأ، إذا كان الإنسان مش عارف لا يلام، أما حين يعلم عنده وقت، إما إنه يقول ابني أو مش ابني خلاص، والفقهاء بيعطوا وقت إنه يقرر، عنده 40 يوم يقرر، إن قرر ونسب الولد لابنه خلاص. أعطيني فقيه واحد قال عنده 40 يوم حبيبي يقرر، أنا بقول هذا لك كلام الله من بيقول عقلك، والرسول بيقول، بتقول لي أعطيني فقيه؟ هذا أنا كلام اسكندر، فارغ. اسكندر هو بيحكي على الملاعنة، في قلت له رد عليه، بس طول بالك اسكندر. بعد الولادة يا جادو ما في ملاعنة، الملاعنة في أثناء الحمل.
بعد الحمل انتهى كل شيء وفي اجماع لا على لا هذا لا الشيء. اتحدث الملاعنة لا وقت، لا الملاعنة لما الواحد عايز يتصل على الملاعنة في مراته. اثناء الحمل، انت اذا انت رجعت بعد الحمل ووجدتها حامل ووضعت هذا الطفل على اسمك، الولد للفراش، ايضا الاصغر هناك للولد للفراش، الملاعنة ان علم منها الملاعنة زنا، للأسف. ان علم منها زنا عنده ملاعنة. ما في ملاعنة، ما في ملاعنة، حتى لو اعترفت لك حبيبي بالزنا ما ان في اتهم ملاعنة هي بعد سنة الولادة. الى اتحداك، علمك. اتحداك، يلا تحدي، جيب لي فقيه واحد، عالم واحد قال انه في فترة 40 يوم بعد الولادة. تفضل. حلو حلو دلوقتي. معلش بس لحظة، علشان احنا اتكلمنا في الموضوع ده من كام يوم. اعتقد في حد من عند الاحناف وصل الموضوع ل 40 يوم يا اسكندر، بس واحد او اتنين من عند الاحناف، اعتقد الشيباني او حد تاني، كان دكتور خالد وضحها. هو قال ان الشافعي بيدي 24 ساعة، وان في مذاهب بتدي 3 ايام، وفي واحد او اتنين من عند الاحناف وصلوها لل 40 يوم بس، لكن هم دول بس منفردين عن بقية المذاهب كلها بعد بالمناسبة. الولادة، ال40 يوم بعد بعد الولادة؟ الولادة ولا بأي وقت يا مازن؟ هي هاي 40 يوم من الولادة، من ولادة الطفل، يعني إذا رجع شهر بعد الولادة. وربطوها بفترة النفاس. ما هي ال40 يوم هي فترة النفاس. أوكي، يعني لو هو رجع شهرين بعد ولادة الطفل، الولد خلاص. للفراش. سمعت يا أسعد؟ لا فكلامك هيك حبيبي بتقول حبيبي الكلام لا كله لا هياص. اسمعني اسمعني، في دلوقتي وبعدين الملاعنة لها وقت تاني. ممكن بقى بعد إذنكم ما تقطعوش بعض وتسمعوا بعض. أسعد، حاضر ممكن لما الشباب يتكلموا ما تقطعهمش لو سمحت. حاضر اتفقنا، شكرا. خلاص. دلوقتي الرجل جاء وعرف ان مراته زنت فقذفها، خلاص قذفها في اي وقت. القذف دلوقتي عنده 80 جلدة، لازم اما يجيب شهود واما يلاعن. خلاص، لو ما عندوش شهود بيلاعن، وفي الحالة ديت المرأة طلاق لا رجعة فيه، الاولاد لا ينسبون اليه. خلاص، وده ما عندهاش وقت حين حتى يعني حتى لا يجلد، لازم يلاعنها. وبقول لك اللعان لا يكون الا عند الحمل. ازاي؟ لا، لو قذف الزوجة اما ان يجلد لو ما عندوش شهود واما ان يلاعن. وبعدين احنا عندنا قاعدة دينية اسلامية كتير معروفة، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى اخره، يعني الفضيلة والشرف والعفة والطهارة في الاسلام. وقبل كل كده، قبل كل كده، وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ولا والمؤمنات يغضوا البصر، ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الخلوة ممنوعة، انك انت تقذف المرأة ممنوع، انك انت تلمس المرأة ممنوع. أستاذ أسعد، ده كله بره الموضوع. لا يعني بقولك ان احنا ده العفة سيدي الفاضل، كل أنا بس نفسي أسأل سؤال، هو حضراتكم ليه فاكرين إن أنتوا بتكلموا خواجات؟ إحنا بنتكلم بالعربي وإحنا مع بعض يعني بس الشريعة الإسلامية، أنا عايز أقول لك إن يعني الشريعة انت فاكر، يعني انت فاكر مثلا ان المسلمين اللي قاعدين معانا في البث، او فاكر ان احنا ما نعرفش مثلا ان الخلوة ممنوعة، وان مش عارف ايه لازمتها الخطبة؟ يعني لا، بس أعطيني كلنا دلوقتي حافظين. شريعة. لا، الخطبة مهمة حبيبي. ليه؟ لا الخطبة مش مهمة، انت مش لا، ما على أنا هقول منبر لك، هنا. ما أنا عايز أقول لك، أعطيني مجتمع. يا خذ شيخ الخطبة اسعد، براحتك يا مازن، حاج، مازن يا إهدى مولانا، إهدى. يا استاذ اسعد، بارك الله فيك. الخطب دي احنا بنسمعها من واحنا عيال قد كده، وكل اللي في البث دول بيسمعوها من وهم اطفال في التلفزيون وفي المدرسه وفي كل حته. فلو سمحت نخلي النقاش في الموضوع الان. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم. بناتكم دي اللي هي بناتكم الشرعيين ولا بناتكم اللي مش شرعيين؟ هل يجوز النسب بغير الزواج الشرعي؟ لا لا يجوز. يبقى استدلالك بآية حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم غير، مش في محله هنا يا عزيزي، لأن هو خلاص ما دلوقتي، بيكلمكش عن بنته. هي لا تصبح بنته إلا بالزواج الشرعي. ليه لا تصبح بنته إلا بالزواج الشرعي عند الشافعي؟ علشان هي الولد للفراش، هي تبقى بنته لو من زواج شرعي، لو هي مش من زواج شرعي ما تبقاش بنته قدام الشرع. عفوا بس بدي أسأل أسعد، من عهد الرسول يعني من قبل 100 سنة، كيف الواحد أستاذة ديما، عفوا الدور لسه ما جاش على حضرتك بعد إذنك، عفوا عفوا ولا يهمك، تحت أمرك في أي وقت يا فندم، ميرسي ليكي. تمام يا سيد أسعد؟ أيوه أنا بالنسبة لي يا سؤالي بنت، الرئيسي اللي أنا عايز عليه إجابة، ما الذي يمنع في الشريعة الإسلامية من أن الواحد الشخص يروح يتزوج بنت هي بنته من الزنا؟ هقول لك الزنا يحرم؟
هل ماء الزنا يحرم؟ هل اقول لك دلوقتي قبل الزنا دلوقتي، تفضل انت اولا لو انت زنيت انت ناس ان انت بيقام عليك عقوبة، لو كنت متجوز بتعدم الرجم. مفيش دلوقتي الكلام لا ده. لا الرجم اسعد عنده الرجم لو اسعد كان، ايوه يا اسعد مش هيلحق يتجوز. يا اسعد حبيبنا، لو لحقت تتجوز قابلني. يا يعني انت اسعد نعم اسعد، شرط العقوبة، شرط العقوبة بتاعت الحد بتاع الزنا تقريبا تقريبا مستحيل تطبق. ليه؟ علشان انت عايز 4 شهود عيان شافوا الفعل بالصدفة، يعني ده مستحيل يعني. لا، وانت بتقول لي ما هو اللي دلوقتي اعترفت الزوجة، المرأة اعترفت خلاص ثبت بتخرب بيته. يا سيدنا يا سيدنا ركز معايا دلوقتي، في واحد اسمه زيد راح عمل كده مع واحدة اسمها أي حاجة، تمام؟ هي اعترفت له إن دي بنته، إنها ما عملش مع حد تاني وعمل دي إن إيه وثبت وما اتجوزش الست. فالبنت اللي عند الست دي هي بنت الراجل اللي اسمه زيد دوت، تمام؟ خلاص عارفين هما من الاثنين اللي علاقة غير عارفين شرعية. لوحدهم، هما إيه؟ الاثنين اللي عارفين لوحدهم. لا، وهي اقرت بذلك على الملأ، قالت ان ده ابن ده، يا او سيدي قالت على لا، الملأ. هي ما اقرتش، هو عارف وهي عارفه، والراجل ده راح يتجوز بنته من الست دي، كتب عليها. وده في لو واعطيني الشريعة في العالم بتمنع كده. الراجل دوت ما دلوقتي فيش حد عارف مازن، ما فيش حد عارف دلوقتي، مفيش حد عارف في العالم كله. انت اعطيني قانون دلوقتي بيمنع ده في العالم كله، مين الدولة لا اللي بتمنع كده؟ العالم ده كله كلام فارغ، سيبك دي قوانين لا وضعية لا، البشر العالم اللي كله عاملينها. دلوقتي لحظة، واحد نام مع واحدة وهما الاتنين عارفين وكذا وضحكين على جوزها، وراح بعدين اتجوزها، اتجوز بنتها، خلاص في السر بينهم جريمة. الله سبحانه وتعالى ماذا طيب يا قال؟ أسد، عندي لك سؤال، بس هو الله اسمعني، عارف؟ الله قال الله ولا الله يأتينا عارف ولا بالإنسان مش عارف؟ لحظة، هجيب طيب لك طيب أيه أنا معاك، قرآنية أنا يا معاك، رجل؟ أيه أنا قرآنية معاك، أنا وصفه؟ بسألك سؤال، الله عارف ولا مش عارف؟ أيه الله قرآنية عارف؟ وصفه؟ لحظة واحدة، لحظة واحدة، آية هتجيب مازن، الآية، خليه يقف هتجيبها بس الآية، مازن. والله هتجيبها، لحظة واحدة، الله عارف ولا مش عارف؟ علم الله، لحظة، نحن نحكم بالظاهر حبيبي في الفقه أنا الإسلامي. بسألك سؤال واضح، نحن الله نحكم على عارف؟ الظاهر حبيبي، الله ربنا عارف عارف كله ولا مش طبعا. عارف؟ لحظة ربنا واحدة، عارف كله. الله سبحانه وتعالى كلي العلم، يعلم ولا لا يعلم؟ حبيبي الناس بتقتل والناس بتسكر والله يعلم، ربنا أعطانا الفرصة، ده موضوع طيب تاني. لماذا لم يمنع الله هذا الفعل بآية واضحة؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. الله أعطانا الإمهال، إمهال لحظة أمهلنا واحدة، لحظة وأعطانا واحدة، الفرصة لحظة واحدة، وأعطانا الحرية لنفعل ما نريد. أنت بتقتل والله يعلم، اللي بيزني بيزني والله يعلم، أنت يا واللي أسعد، بيعمل أي أنت جريمة يا الله أسعد يعلم. يا بترد أسعد على شيء أنا ما سألتوش، يا أسعد مش سؤالي. أسعد، خطب تاني يعني، مش هنخلص خطب، الحوار ممكن بقى يعني، ما احنا عارفين كل اللي انت بتقوله، بقول لك ممكن ترد ربنا عليا؟ عارف. اتفضل اتفضل، هسكت هسكت. الله كان لحظة لحظة يا أبو علي، أسعد ممكن تسمع سؤال وترد على السؤال لو سمحت، علشان اتفضل احنا مش عايزين خطب جمعة والنبي. اتفضل. ممكن بعدها يا مازن بس حاجة أسمعه مقطع صغير دقيقة و20 ثانية؟ أكيد يا مهدي، اتفضل اتفضل. اتفضل يا ماني، اتفضل. لا لو أنت عايز تخش الآن أنا جاهز أشغله. اتفضل. حضرتك يا دكتور، أنا عندي بس سؤالين كده لو سمحت. سين واحد. بقول لحضرتك، أنا عملت ذنوب كل ما تتخيلها، كلنا. ذنوب وحشة جدا. ما احنا مش أنبياء يا إمام، احنا مش أنبياء يا حبيبي. أنا المهم عملنا ذنوب وخلاص، ها؟ السؤال إيه بقى؟ عملت السؤال إيه يا حبيبتي؟ حضرتك، أنا بصلي وبصوم تقريبا جبت حد من الحرام، عايل من الحرام. تقريبا؟ يعني أكيد. لا مفيش أكيد يا حبيبتي في دي، أنت متجوزة يا بت؟ كنت متجوزة. لا يعني العيل ده اللي أنا شاكة إنه من حرام، أنا جبته وأنا متجوزة؟ أيوة. غصب عنك وعني وعن جوزك، الواد ابن جوزك والنبي حسمها، ومحدش يشكني حتى لو كان 100% من حرام. بس الولد اسمعي وركزي، ومش عايزين نلت ونعجب. واحدة جالها الهف هف وقالت الواد اللي في بطني ده من الحرام، ايوه. اديني يقول لها لا يا اختي من الحلال، ده ابن جوزك اللي على ذمتك، لان لينا نبي قال الكلام ده، الولد للفراش.
بس انا بتعذب يا روحي بتتعذب. ما يبقى الشيطان عايز يضحك عليك. انا عايز السؤال التاني بقى. الضمير لا بلاش البروناون والضمائر حلو كده غصب عنك وعن جوزك وابن جوزك حبيبي عادي. فانا دلوقتي سبيت معاها الو سلام عليكم انا جيب بقى انا الراجل ده جيب بعدها هو مش هي مش بنتي اصلا ويا ما بنتي دي مش بنتي اصلا يا مامي مامي بس هي مش بنتي شرعا مش بنتي بقول لك غصب عني وعنك وعن جوزك وعن الناس كلها ليه انا نبي قال الكلام ده حبيبي دكتور مبروك عطيه لما اتكلم لو انت رجعت الفيديو بس كلمه بسيطه المصيبه انه المسلم بيقول انه التبني محرم من اجل اختلاط الانساب شفت مازن شفت مازن الولد للفراش حبيبي اختلاط الفيديو لو رجعتوا الفيديو بتاع الدكتور عطيه بتلاحظوا ان هو قال لها انت شاكه فيه شاكه فيه خلاص في شك راجع متاكده هي متأكدة هي ردت قالت له متأكدة البداية البداية عنده شك وبنى على الشك لو كان في شك بينصب الولد لفراش الزوجية رجع قالها هو رجع الفيديو غصب عنها وعنك وعنه ان باشا لا انطلقت من الشك وهي عيال صغيرة بقى شكله كده بقى رجع الفيديو صعب بقى ده كده احنا بنهزر بقى يا استاذ حاضر تمام والله الله يرجع عاود حضرتك يا دكتور انا عندي بس سؤالين كده لو سمحت سين واحد بقول لحضرتك انا عملت ذنوب كل ما تتخيلها كلنا ذنوب وحشه جدا احنا مش انبياء يا امام احنا مش انبياء يا حبيبتي انا المهم عملنا ذنوب وخلاص ها السؤال ايه بقى السؤال ايه يا حبيبتي حضرتك انا بصلي وبصوم وتقريبا جبت حد من الحرام عيل من الحرام تقريبا يعني اسكت اسمع اللي جايه لا 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 مفيش ايه اهي تاني اسكت عشان تسمع تقريبا هات كلمه تقريبا يا ابني اسكت بقى عشان تسمع بس قبلها قالت تقريبا وبعدين قالت اكيد طب ممكن اخلص ممكن تسمع عشان الناس تسمع ممكن اسمع اهي انا عدتها هعيدها تاني اهي لا مفيش اكيد يا حبيبتي في دي انت متجوزه يا بنت استنى معايل من الحرام تقريبا يعني اكيد لا مفيش يعني قالت له ايه يعني اكيد اسمع تقريبا قال لا تقريبا يعني لما بعدين بعد كده هي ردت عليه قالت له ايه بعد كده هي ردت عليه قالت له ايه يعني اكيد انا نزلته ماني خليه يسمعها من تحت كده من غير ما يبقى مستعجل يفتح المايك شغل الموضوع من الاول للاخر مره واحده معلش بس ده هراء اهي ايه تاني المهم عملنا ذنوب وخلاص ها السؤال ايه بقى السؤال ايه يا حبيبتي حضرتك انا بصلي وبصوم تقريبا جبت حد من الحرام عيل من الحرام تقريبا يعني اكيد لا يعني اكيد نكمل ما فيش اكيد يا حبيبتي في دي انت متجوز ما فيش اكيد يا حبيبتي في دي يعني هو سمع لما قالت له يعني اكيد وزبت كنت متجوزه لا يعني العيل ده اللي انا شاكه انه من حرام انا جبته وانا متجوزه ايوه غصب عنك وعني وعن جوزك الواد ابن جوزك والنبي حسمها ومحدش يشك لي حتى لو كان 100% من حرام انت يا جماعه اطلع بقى يا اسعد عود لي الحته دي يا ماني عجبتني الحته دي عود لي انا متجوزه ايوه غصب عنك وعني وعن جوزك الواد ابن جوزك والنبي حسمها ومحدش يشك لي حتى لو كان 100% من حرام الولد للفرق اسمعي الكلام واضح ولا يقبل التأويل دلوقتي عندنا نبي عندنا نصوص لحم الارنب حرام لا انا اسف مش انتوا ابص رجليك يا ماني ابص رجليك ابعث لي رابط الفيديو ابص رجليك يا ماني الله يخليك دلوقتي في نقطة بعد لحظة اسعد بعد ما كلنا سمعنا حتى ولو كان 100% من حرام بعد ما سمعناها تمام معاك يا اسعد لحد ما الساعه عندك في الموبايل تقلب على 25 محدش هيقطعك قول اللي انت عايزه خلاص دلوقتي هي قالت له تقريبا وبعدين هو قال لها تقريبا كلمه تقريبا جت مرتين مره عندها ومره عنده وبعدين قال لها شك انه من حرام مفيش حدش يشك لي خلاص لان في فراش زوجيه وفراش الزوجيه بيعطي اليقين ولكن في دلوقتي موضوع تاني لو تيقننا ان الولد من حرام ده موضوع تاني هو الوقت في موضوع شك وبيفتيها على موضوع شك وان هي متجوزه خلاص
واحده متجوزه وفي شك وكذا خلاص، اما لو تيقن لو في حاله اليقين خلاص حين يعلم اليقين عنده 40 يوم ينفي ابنه خلاص، وبيبقى الولد حرام وبينسب لامه في الفقه بينسب لامه. وفي حاله ثانيه ان هو لو حين لا يعلم اباه او علم لا ينسب لاباه شرعا، شرعا لا ينسب لابيه، يقال فلان ابن ابيه او فلان ابن عبد الله، بيكون ولد غير شرعي ولكن ابنه كونا. شيخ الشعراوي لما اتكلم في الايه قال لك ابنه كونا لا شرعا خلاص، والفقهاء بين انهم يبيحوا لا يبيحوا، والشافعي لان الشافعي ان ده علاقه لا يعترف بها، الشافعي لا يعترف بالعلاقه اللي في الحرام، الحرام لا يحل حلالا. شكرا جزيلا، انتهى النقاش في الموضوع ده. شكرا يا عم اسعد. اتفضلي يا استاذه ديما. جادو بعد الاستاذه ديما مين اللي على الدور؟ طيب ننزل اسعد. اوكي سلام، بس كان بدي اسال يعني انه هلا في تحليل الدي ان اي الواحد يعمله يتاكد انه هذا الولد له او لا، بس انه من دور الرسول او من 100 سنه وما قبل، كيف الواحد اذا شك انه هالولد مش له كيف كانوا بيعرفوا؟ يعني ما هي الطريقة إنه كانوا بياخدوا نوعا ما بحاجة شبه الدي ان اي، ما كانتش ديفينيتيف حاسمة زي الدي ان اي، ولكن كانوا بياخدوا بيها واحيانا كانت بتظبط معاهم، وهي الشبه بمعنى لون البشرة، شكل العينين، الأذن، انحناءة الأنف، طولها، طول الشخص وقصره، وهكذا يعني. وهتلاقي في حاجات في المرويات في المدونة الإسلامية حول موضوع الشبه دوت ما بين الصحابة، يعني في قصة ابن أبي في القصة بتاعت ابن أبيه تقريبا. ممكن تجيب لي الحديث تبع الرسول ولده الفراش لأنه بينفي الشبه وقال له أنا عارف أنه شبهك بس لا دور عليه في الدورة الثانية يا أبو علي. لا أنا أحب أنت بقول له فلان الابن أهرت أمه بالجاهلية، طب فراح بقول له الرسول ذهب أمر الجاهلية، هذا الحديث اللي تكلم عليه صح يا أبو علي؟ استاذ عبود لما يجي عليك الدور، عبود اي كي بطل تكتب على الشات كلمه طلعني اخويا مازن، لما يجي على حضرتك الدور هنطلعك. حاضر، خلينا نشوف بس الدور ماشي عندنا ازاي. انا ببعث لك الحديث يا ابو علي كله ما عندي. لا لا انا عارف الحديث وبلقاه في الدرر السنه، مش ده المشكله. انا حبيت اثبت انه حتى النبي نفسه بالشبه رفض الشبه وقال له لا الولد للفراش. بس في عندي الاستاذ نازل، هو الحديث مش شبه، هو الحديث اجى الشخص متيقن، يعني اجى بيقين، قال فلان ابني عهرت امه بالجاهليه، قال له ذهب امر الجاهليه الولد للفراش، فهمت؟ فالحديث كان واضح وصريح. في بقيه الحديث والحديث طويل. شباب 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 الدور عند ديما، تفضلي ديما. عفوا، في سؤال ثاني خارج هالنطاق هذا المحور هلا، هو في صورة الفيل، بس بدي أسأل أستاذ مازن يوم أبرهة الحبشي هجم على الكعبة بده يهدمها واستخدم فيل قالوا اسمه محمود، وما قدر الفيل إنه بسبب إنه صد بالبداية، بعدين أجته طير أبابيل إلى آخر القصة. السؤال ولو أنه هي قصة يعني قديمة بالأساطير كانت موجودة، ولكن السؤال أنه رب العالمين أرسل للطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، ماذا كان في داخل هذه الكعبة؟ ليست أصنام، كان 360 صنم، وأبرهة الحبشي كان مسيحي، يعني والدين المسيحي هو من كتب الله، يعني دين لله يدعو لله، فكيف الله يحمي الكعبة وفيها أصنام، يعني يحمي المشركين ويعمل إنه هاي ويحط صورة الفيل ويوصفها بالعكس، هو لازم كان من طرف أبرهة الحبشي اللي هو دينه مسيحي، لأنه بعد ما صار الإسلام 5 مرات يمكن هدمت الكعبة بالمناجيق بعهد عبد الملك بن مروان، لماذا لم يحميها؟ ما كانت هي قبلة المسلمين، إذا قبلة المسلمين ما يحميها واليوم كان فيها أصنام أرسل طيرا أبابيل، ما أعرف يعني في غلط أنا فهمانة هالقصة، يعني الآن أنا هيك ضايعة إنه شو الهدف الله يحمي أصنام ضد قوم ضد جيش أبرهة الحبشي المسيحي، يعني كيف هيك؟ يعني المعادلة مش ضابطة. طيب أستاذة ديما، هو في القصة المروية الإسلامية والأسطورة، وفي عندنا الأركيولوجيا، الدلائل الأركيولوجية من الحبشة أو من اليمن عفوا.
أبرهة كان يحكم اليمن، واليمن أياميها كانت دولة وعندها جيش وعندها مدونات وعندها أوامر للجند. الحملة اللي عملها أبرهة على شبه الجزيرة العربية لم تكن الحملة الأولى في الحقيقة. الدلائل الأركيولوجية نقلت لنا على الأقل 3 حملات، لو أنا فاكر صح كان في 3 حملات طلع فيهم أبرهة علشان يغزو مناطق في شبه الجزيرة العربية ويوسع ملكه. الحملة المعنية المذكور فيها موضوع طير الأبابيل، اللي حصل إن المدونة بتاعت اليمنيين بتقول إن جيش أبرهة كان تايه في الصحراء، ما كانش عارف يوصل لمكة، وإنه في النهاية الجنود بتوع الجيش قبل لما كانوا وصلوا مكة وخلاص وصلوها عن طريق حد من الطائف أخدهم ودلهم على مكة، دليل يعني مشي معاهم ودلهم على مكة، كانوا هم أوريدي قبلها تايهين بفترة، ونظرا لأن هم تايهين في الصحراء بس المدونات ما فيهاش موضوع الفيل، يعني المدونات الأركيولوجية ما فيهاش قصة الفيل، لكن لما ضربوا الحصار على مكة كان أوريدي في مرض تفشى في جيش أبرهة. الوصف بتاع المرض اللي تفشى في جنود الجيش بتاع أبرهة أشبه ما يكون بالجدري، أو ب إيه المرض التاني يا جماعة غير الجدري اللي فيه حبوب بتطلع جوزان في الجلد؟ جوزان مثل لأ، الجذام حاجة زي الجدري، حصبة أظن حصبة الحصبة، الحصبة، الحصبة أو الجدري، تمام، لأن ابتدت تظهر ثقاليل في الجلد بتاعهم، والناس ابتدت الجيش بتاعه ابتدى يتهاوى تماما على أثناء فترة الحصار. فأبرهة خد اللي بقي من جنوده ورجع الحبشة، في حين القصة دي تبدو واقعية تماما، وموضوع إن كان في متوقع طبعا إن جيش وماشيين في الصحراء مفيش مية مفيش أي عوامل من عوامل الهيجين اللي هي النظافة الشخصية، إن ينتشر بينهم مرض، ده شيء طبيعي ومتوقع ومنطقي جدا، وحصل عبر في حملات كتير جدا في جيوش وحصارات، أبرزها الحرب العالمية، حتى في الحرب في العالمية الحرب حصلت بعد العالمية الفئران ونابليون حصلت. بونابرت وهو طالع من مصر على الشام حصل نفس الشيء. كمان فكرة تعالوا بقى نشوف المدونة الإسلامية، يعني ربنا تعب نفسه ومنزل طير ووداهم مشور الطيور ديت، راحوا جهنم وجابوا حجارة مولعة نار ونزلوا بيها من السماء 7 للـ6 للـ5 لحد ما وصلوا للأرض ونافيجيشن ووصلوا على مكة، وقاموا هيقصفوا بقى مين أول واحد المفروض الطيور دي تقصفه؟ قول لنا يا أستاذة ديمة. يعني أنا على ما قريت التفسير، تفسير لا لا السور، سيبك من اللي انت قراتيه، انا بكلمك انت بالعقل كده، مين اول واحد الطيور اللي متكلفه ديت وراحت وضربت مشوار، اول واحد المفروض الطيور دي تقصفه مين؟ يعني إذا كان جايبين يعني فيلة معهم للهجوم يعني على الكعبة. يا ستي جايبين فين، انا بكلمك واحد آه واحد بني ادم، مين اول بني المشركين، ادم أنا هيقصفه الطيور؟ برأيي المشركين الكفرة. أو أبرهة الحبشة ربنا دلوقتي سيبك من، انت ما زلت عالقه في التفسير استاذه، دلوقتي ربنا باعت الطير لجهنم، جابت من سجيل الحجاره ونازلين علشان يحموا بيت الله، هيقصفوا مين؟ اللي بيهجم على بيت الله، ايه يهجم على بيت الله، الجيش اللي هو المعادي اللي جاي حلو، يهجم. اللي هو مين قائد الجيش ده بقى؟ أبرهة الطاغوت ابرهه. في الحقيقه ابرهه خد بعضه واللي فضلوا من الجنود بتوعه ورجع وكمل حكمه في اليمن عادي جدا، ومات على فراشه بعدها بسنوات طويلة وولاده حكموا اليمن. فهل الطيور أخطأت أبرهة مثلا؟ يعني حتى الراجل لم يذل ولم يهان، الراجل كان محاصر مكة، الحصار فشل، في مرض تفشى في الجيش بتاعه، خد بعضه رجع على اليمن وحكم بعدها سنين طويلة، ويمكن كمان طلع بعدها حملة أو 2 عسكريتين ومات على فراشه وأبنائه حكموا من بعدي. فالقصة الدلائل الأركيولوجية عندنا بتقول حاجة غير بتاعة اسمه ايه دوت الرواية الدينية. أنا عندي في القناة بتاعتي على اليوتيوب يا أستاذة ديما في حلقة كاملة عن الموضوع دوت في سلسلة اسمها شادو الربابة في أحوال الصحابة، اسمها مولد النبي محمد وأبرهة، خش عليها وشوفي المصادر اللي موجودة علشان تتأكدي بنفسك من إن لا كان في فيل، ولا الفيل كان اسمه محمود، ولا كان في طيور اتمشورت لحد جهنم ودخلت جهنم،
والريش بتاعها ما اتحرقش جوه، ومسكت حجارة مولعة نار، والحجارة ما اتطفتش في الفضاء ما بين السماء السبعة وهنا لأن مفيش أكسجين، فالمفروض إنها تطفي خصوصا إن الجو برد فوق في الفضاء، بس يعني ما علينا. مازن، ما ممكن كانش فيه أسألك الكلام ده سؤال في كله. هذا المجال؟ أحب أخذ يعني منك معلومة، يعني تسمح لي يا مازن؟ سؤال لي لا معلومة بس فقط. أسف ثواني يا طوالي، ابو علي، بس أسف علشان طوالي. نشوف الاستاذه دي، ما عشان تخلص، عشان حسن، دكتور يعني أنا حسن العبرة طالب مش المايك. إنه تصديق القصة بقدر ما إني أستفهم إنه رب العالمين كان بده يحمي مين؟ يحمي الأصنام الموجودة بالكعبة؟ يعني شو الهدف لرب العالمين يرسل؟ لو بدنا نصدق كمسلم، كأنا مسلمة بدي أصدق هالشيء هذا، وليش ما حمى الكعبة بعد الإسلام 5 مرات انهدمت وضربت؟ ليش إنه وقت كان فيها أصنام أرسل طيرا أبابيل؟ يعني شو الهدف؟ رب العالمين شو بده؟ يعني هذا السؤال، لماذا راد يحمي الكعبة بهذه الفترة؟ بيعمل مانوفر للقوات الجوية بتاعته، مازن، مناورات جو، مناورات للقوات الجوية. قوة اللات والعزى والهبل. بس شباب، بس اعطوني بس 10 ثواني، ماليش دخل بالحوار. وانا بس مازن بدي حابب اعمل لو اخذ، واحد حضر. حابب بس اعيد على الاستاذ علي حاتم واقول له كل عام وانت بخير بس، وارحب به. ماشي مازن، بدي اعمل لو واحد حضر. تحياتي لكم جميعا، كل واحد باسمه ورسمه، الاخ مازن وعزيزي اسكندر وابو علي وجادو وماني والاخت ديما، تحياتي لكم جميعا. انا انتظر دوري يا احبابي. ايوه جادو، عايز تعمل حظر لمين يا جادو؟ من جماعة أشرف قطة، دخلوا بعت هون. الاكونت بتاعه الاول، ما هو عندك، صار عندك الحظر عندك. لا ابعت لي الاكونت بتاعه، بيني وبي... يعني بيني وبينك ابعته لي. طيب من عيوني. حبايبنا بحظر، دول لازم تعمل لهم وما بلوك بيعملوا فورا حظر يعني. يا مازن، مازن لما بيعملوا حد من عندك. المودريترز بيعمل بلوك، لما حد من المودريترز بيعمل بلوك، انت بتقدر تخش انت عندك على البروفايل، بتشوف الناس المودريترز عملوا لهم بلوك في اللايف بتاعك، وتبقى عارف ده بلوكت باي جادو، ده بلوكت باي ماني، ده بلوكت باي اسكندر. ده دلوقتي جوه البث ولا بعد البث؟ دلوقتي جوه البث تقدر تدخل عليه، وانت جوه البث تقدر تخش تشوف، وانت جوه البث تقدر تدخل عليه بكل سهولة. تدخل على قائمة الحظر، تدخل على الإعدادات، بتلاقي الحظر، قائمة الحظر المشرفين. مين بقى اللي مسمي نفسه مانيتون؟ ايوه بتلاقيه عامل له جار. لا لا لا، اللي عملت له كرم، كرم اسمه، كرم اسمه. لاحظ كده، في حد انتم مبلكين حد كان مسمي نفسه باسمي؟ ده في واحد اتنين، ده في 3 مانيتون، وفي 4 اسكندر، و الله. وفي مازن. لا دول، لا لا، سوري سوري، ده بلوكت باي مازن، سوري 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 سوري، ده بلوكت باي يو، سوري سوري، بلوكت باي طيب يو. انا راح ابعت لك حسابه كل حال. القائمة طويلة قوي يا جدعان عندي. مازن انا كل حال بعت لك حسابه على الخاص. اصلا عندي قائمة عايز طويلة اعمل لك ده. ستيكر، انا عايز اعمل لك استيكر مازن البلوك على الريحه. طيب والنبي. بس ماني، اللي عملت له حظر هو كرم اللي طلع عند ماجد هذيك المره. طيب نسمع الاستاذ علي. دكتور حسن، اتفضل يا دكتور كان حسن عندي لو سؤال حضرتك انا انت. في اللي كنت بتتكلم فيه لو سمحت، حابه اعرف المعلومه فقط ممكن؟ مازن، هو أركيولوجيا وتاريخيا هو عامل فيل ده تبع أبرهة الحبشي، حدث في 570 ميلادي؟ ما فيش حاجة، ما فيش أي دليل قاطع على العام الذي ولد فيه النبي محمد. بالضبط. أنت في عندك على الأقل، أنا فاكر أنا حصرتهم في مش يعني أنا جبت تقريبا 12 تاريخ ميلاد للنبي محمد ما بين اختلافات في الأعوام وفي الشهور وفي الأيام، فما فيش أي حاجة، وما فيش أي حاجة صحيحة على شروط المحدثين في الموضوع. بالضبط، هي الحادثة دي، الحادثة مش الميلاد، حدثت في 75 ميلادي؟ أنا ما حققتش في الحادثة دي حصلت في السنة دي ولا لأ، انا مش فاكر ان انا دققت في التفصيله دي يا ابو علي ساعتها. اوكي، شكرا. اهلا بيك، اتفضل يا استاذ علي ابراهيم. هذا الاستاذ علي حاتم اللي صاحبنا اللي بالكلوب هاوس، معقول ما عرفت؟ علي ابراهيم هو علي حاتم. اهلا وسهلا استاذ علي، علي تشرفتني. علي اهلا حاتم مش اتفضل. علي ابراهيم.
خليه طيب ياخذ المايك. مازن وتحياتي للجميع وكل سنه وانتم بخير. يعني بالنسبة لما تلفظ به الأخ في مسألة الولد ينسب للعاهر، الولد الفراش والعاهر الحجر، هم يعني يحاولون، يعني أن النبي محمد يعني جعلهم في حيث بيز، لأن بالفعل يعني ما تلفظ به النبي فيه ظلم للطفل، وأن هذا الطفل يحرم من نسب أبيه ويحرم من الإرث، من ما ذنبه؟ ما فيش ذنب، ما عندوش ذنب ولم يقترف شيء. فلذلك الفقهاء حاولوا ترقيع هذه وجود يعني مخرج لهذا المأزق، وقالوا بأن الولد ينسب لأبي إذا كانت المدة بعد، يعني اختلفوا في المدة بعد الولادة. لكن مسألة الملاعنة يعني لا تنفي، الملاعنة ترفع أو مانع من موانع إقامة الحد على الزانية أو الذي يقذف، بينما الحديث هو مطلق، والقاعدة الأصولية تقول إذا ورد النص مطلقا فلا يقيد إلا بدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي عاهر، أي يعني لأن الفراش هما نوعان، إما أن تكون زوجة وإما أن تكون مسبية. فإذا حصلت الحمل على فراس الزوج، يعني سواء كانت زوجة أو مسبية، فالولد ينسب للزوج حتى وإن اعترفت. يعني سمعت الأخ يقول قال العلماء، قال يعني هنا قول العالم لي لا يعتبر دليلا من أدلة الأحكام. يعني أنت عندما تقول لي الحكم كذا، قل لي قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة أولي العرفان، فلا يمكن أن تقول لأن قول القاعدة الأصولية تقول قول العالم المجرد ليس دليل من أدلة الأحكام، قول العالم يستدل له لا يستدل به. ولذلك لا تجد يعني ما ذهب إليه الشافعي هو أقوى بكثير مما ذهب إليه بقية الفقهاء، لأن أدلته قوية وعنده حديث للنبي محمد، والفقهاء الآخر ليسوا أنبياء حتى يشرعوا، لا يمكن أن يشرع الفقيه مهما كان، لأن كما قالوا كلهم تبرعوا. يعني إمام مالك قال كل ابن آدم يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي. الإمام الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. أبو حنيفة يقول لا تكن مالكيا ولا عمريا، لا تكن بكريا ولا عمريا ولا، وخذ من حيث أخذوا، وكلهم تبرعوا، بمعنى إن لم يدللوا على كلامهم فكلامهم يضرب عبر الحائط. إذن أين الدليل على أن الزوجة إذا حملت من عن طريق الزنا ينسب لا ينسب لأبيه؟ ما فيش، لأن الحديث واضح، الولد للفراش وللعاهر حجر، والآية التي استشهد بها حرمت عليكم أمهاتكم، فهذه الآية أصلا الولد لا ينسب لأبيه، لأن النسب الشرعي، لأن النسب الشرعي يقدم على النسب عن طريق الجماع، لأن النسب الشرعي لو كان الابن شرعيا لورثه ولا انتسب إليه. ماشي، شكرا جزيلا يا استاذ علي. بس في نقطه بس حضرتك ممكن تكون بس اختلطت عليك، لا الملاعنه لو الطرفين تلاعنا في فتره السماح الشرعيه اللي موجوده، لا بتنفي النسب، والولد لا ينسب للزوج، بيحصل القاضي بيفصل بينهم ولا ينسب هذا للزوج. قول الفقهاء عزيزي مازن، هل عندنا دليل؟ لان الايه انا فاهم كلام حضرتك، بس يعني المذاهب كلها اجمعت على الموضوع ده، حتى الشافعي في الموضوع ده ما عندوش مشكله، ان حصلت الملاعنه في الفتره بتاعت اول 24 ساعه زي الشافعي ما قال، الفكره في الفتره الزمنيه، هو الاختلاف ما بين الفقهاء المذاهب الاربعه في الحته دي على فتره الملاعنه 24 ساعه ولا 3 ايام ولا عزيزي مازن، هل استاذ علي انا سمعت حضرتك كويس، اتمنى ان حضرتك تكون شكرا سمعتني. شكرا حبيبي، شكرا عزيز، اتمنى ان انت تكون سمعتني بس. اوكي، شكرا جزيلا لك، اتفضل يا عبود. السلام عليكم. اهلا وسهلا سيدي، اتفضل. عندي يعني ملاحظتين حبيت نقولهم. الملاحظه الاولى على قضيه الولد الفراش والعاهر الحجر،
من قبيل قاعد نسمع فيكم، الا ما فهمتوش لافوا نتاع اللهجه نتاعي فانا اعتذر، انا من الجزائر ثم مصر، ربما ما تفهموش بعض الكلمات، اذا فهمتوش كلمه يعني نوضح. انا قلت من قبل وانا نسمع فيكم موضوع العاهر الحجر، وموضوع الفراش والعاهر الحجر، او الموضوع الاخر هو الفيل، يعني صورة الفيل هذه. نبدأ بموضوع العاهر الحجر، الولد الفراش والعاهر الحجر، هو الحديث يعني قلنا صحيح وما في حتى مشكلة. يعني المشكلة وين في هذا الحديث؟ أنا ما فهمتش مشكلتكم مع هذا الحديث، فيهم يعني قصدكم ظلم للطفل ولا كيفاش؟ المشكلة ببساطة عزيزي، زي ما سمعت الفيديو اللي ماني شغله، إن ممكن واحدة تبقى تقول لجوزها ببساطة بعد فترة من الوقت، بعد سنة سنتين، ضميرها يؤنبها، زي السيدة اللي كانت بتتصل بالمفتي وتقول له إن يعني أنا ندمانة والطفل ده أنا جبته من علاقة غير شرعية، فيقول لها لأ، الولد للفراش ينسب لزوجك، تقول له لأ أنا متأكدة 100%، قال لها ولو 100% ما زال هو ابن زوجي. فهمت فين المشكلة سي عبود؟ بصراحة النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش أن المشكلة متأكدين ولا لا، لأن النبي في الحديث كان لاحظ وكان عرف باللي فعلا باللي ابن هذاك الزني، كان عارف، ما كانتش المشكلة أنه صح فعلا ولا لا، ولا الملاعنة ولا هذا الشيء، هو أصلا عارف وقال الولد للفراش. أي ما أنت شايف أن دي مش مشكلة يعني؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم قالها وحديث صحيح مش مشكلة، وين المشكلة يعني؟ يعني ما فيش مشكلة إن في رجل يكون متزوج من واحدة وهي تعمل علاقة غير شرعية مع جارها مثلا، وهو يكون مسافر والولد ده يتنسب للزوج المغفل؟ شوف، المشكلة في الجريمة اللي عملتها للمرأة، هي جريمة. أنا مش سؤالي المشكلة فين، أنا معلش سؤالي دلوقتي أنت شايف إن ده عدل يعني للرجل؟ شوف يا الأخ، الرجل لما يعرف من حقه أنه يطلق مثلا، مثلا شوف الله لا يقدر، لكن أعطيك مثال، لما يطلق لو الولد نسب لك، هل انت بتقبلها؟ هل انت بتقبل على نفسك ولا انا انه ينسب لك؟ لا. اسمعني بس عزيزي، افهم الفكره، انت لو كنت مكان هذا الشخص، هل انت بتقبل انه ينسب لك ولد هو بالحقيقه مش ابنك؟ اوكي نجاوبك. اني قلت نعطي مثال بنفسي، واسال الله ان يعافيني، يعني ربي لا يقدر ان شاء الله، لكن نعطي مثال. قدر الله وانا رحت سافرت، لا تقبل. اي قعدت سنتين وبعدين رجعت، لقيت بلي عادي يا عبدو 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 عبدو، ما تفسحني، تقبل انت، تقبل على نفسك؟ راني كنت راح نجاوبك وما خليتنيش. ما هو احنا مش القصة كلنا عارفينها، سافرت سنة سنتين، مش مهم. السؤال المباشر، هل عدل للرجل ان ذلك الطفل اللي من علاقة غير شرعية مراته عملتها ينسب اليه؟ عادل طلقها ماشي، بس هينسب اليه؟ عادل ده عدل حضرتك شايف يا استاذ عبود؟ شايفه عدل، لانه مقياس انه نقولوا هذا الشيء عادل ولا مش عادل، شنو هو المقياس؟ شنو الشيء اللي من خلاله نقولوا هذا الشيء عادل ولا مش عادل؟ كما مشكلة في الأخلاق، شنو المقياس باش نقولوا هذا العمل أخلاقي ولا غير أخلاقي؟ مش ما يترتب عنه، ما يترتب عنه من نتائجه. لحظة لحظة لحظة، مش هذا يعتبر اختلاط أنساب؟ عبدو، مش هذا الكلام اللي أنت تقول فيه الآن يعتبر اختلاط أنساب؟ أنك أنت تربي طفل مش طفلك والموضوع عادي، هذا اختلاط أنساب. الآن أنت شخص آخر. طيب تفضل كمل. الاسلام حرم التبني، مش قال لك الاصل اختلاط الانساب؟ نعم نعم. طيب الولد للفراش هذا ام اختلاط الانساب؟ لا، الشيء اللي حبيت نوضحه لكم انه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني درك انه كاين مشكله انه انا مسلم وانتم غير ذلك، هنا يصرى ديكالاج كما نقولوا، لانه المرجع نتاعي مش نفس المرجع نتاعكم. انا في رايي لانه الحقيقه
تقاس وحبيبي يعني حبيبي الكلام بالنسبة لي القرآن والسنة، هو ثابت بالنسبة لي. عفوا عزيزي، خليني أناقش بأخلاقه هو يا اسكندر. لحظة واحدة، لحظة واحدة يا عبدو. الولد نسب إلي وأنا كنت بسافر، أرغم أنفي ينسب إلي الولد، الولد نسب إلي وهو مش ابني. ما يترتب عنه هو عدم العدل. إزاي؟ لأنه الولد ده حيورثني ويورث مع أخواتي ويقتسم معهم الميراث، وهو مش 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 ابني. واحد. اثنين، الولد ده وخلينا نخليها من باب الصدفة أنه كبر، كبر وراح اتعرف على واحدة وتزوجها، والواحدة دي هي بنت أبوه الأصلي وأخته. هل هذا أخلاق؟ أنا قلت لك باللي المقياس الأخلاق، وشنو هو بالنسبة لك وشنو لا؟ عندك أنت، عندك أنت بمقياسك أنت. ديروا فرصة يا أبو علي يرد، ديروا فرصة بس. نعم. عنده أخلاق يا أستاذ؟ اللي قلت لك، لأنه المرجع نتاعي يقول باللي هذا الشيء اللي لازم يكون، وبالتالي الشيء لازم يكون هو الأخلاق بالنسبة لي. أنت الأخلاقي في مرجعك أنت، خلي أنا ما عنديش أخلاق، سيبك مني. في مرجعك أنت الأخلاقي، هل من الأخلاقي أن الطفل ده يكبر ويتعرف على أخته من باب الصدفة ويتزوجها؟ يعني ما فيهاش إشكال في الناحية الشرعية. شرعيا ممكن يتجوز أخته. طب أنت بتيجي تقول لنا ليه بقى، أنتوا ليه ما بتشتكيش في هذه النقطة أختك والكلام ده؟ أوكي في هذه النقطة أهل العلم وش قالوا في هذا الباب؟ هم قالوا يعني حلال ما فيش مشكلة، ولا قالوا فيه مشكلة؟ لا، هم ما فيش مشكلة إن هي مش أخته. هو بالنسبه لك شوف الموضوع ولا تكلم ولا ولا غير هذا، عارف ان هي اخته. معليش انت تتكلم مبحث في الموضوع ولا وجهه نظر نساءك في الموضوع؟ لا بحث، او ده راي الامام الشافعي. الامام الشافعي قال يعني انا ما فيش مشكله يتزوج باخته عادي. ان انت عادي تتجوز بنتك، ده بنتك تتجوزها عادي، لان هي مش بنتك اصلا، لان ما الزنا لا يهدر. الامام الشافعي قال تزوج بنتك نورمال. قال كده الامام الشافعي، ابحها عادي جدا، لان هي مش بنتك. مش الشرع قال ان هي مش بنتك، بنت راجل تاني ازاي تبقى بنتك وبنته في نفس الوقت؟ هذا الموضوع لازم نبحث فيه، بنقدر نجاوبك الاخ، يعني ما عنديش ليه معلومه بصراحه. ممتاز، حضرتك راجل محترم مشكور. شكرا. لانه كاين باب اخر، يعني ما توقعت تفوتوا لواحد النقطه، الظاهر انكم ما فتوش فيها. هذا النص ولو كان ثابت، هو حديث ولكن ثابت. شفنا في وقت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكانت حصلت مجاعة، وراني تكلمت هذا الموضوع، ربما طلعت معك من قبل الاخ مازن في حساب اخر نومو عندك، هذا ماني تون كاتب. المهم الاخ مازن بعيد شوية، فانا اللي موجود دلوقتي. ايوه، ما لما ماني تون مكش انت مازن. لا، في مازن وفي مانيتن. انا ماني اللي بث دلوقتي وبكلمك. اوكي على كل حال، قلت في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما كان امير المؤمنين، كانت حصلت مجاعه، وكانت كان ايه صريحه جدا واضحه للعيان، السارق والسارقه فقط اليد واوقفها. اوكي، اوقفها، ما وقفهاش الحقيقه، هو عطل الحد، ما عطلش الحد. هذا انا في رايي هو خطا، هو ما عطاش الحد اطلاقا. هو يعني وضع يعني نسبه من الذهب انذاك، مثلا فلتكن، يعني مش عارفها لكن هذا مثال، يعني ما نقلطش الناس، فلتكن 2 غرام. اللي يسرق فيما مقداره اكثر او ثمنه اكثر من 2 غرام تقطع يده، واقل من ذلك لا تقطع يده. علاش؟ لانه قال لي يسرق اقل من 2 غرام، قيمتها نصف دينار. تمام، مانيش عارف، انا عارفها بالذهب، انا سمعت باللي بالذهب يعني 2 غرام. لا، انا عارف القصه، قيمتها نصف دينار. اوكي، اذا هيبقى اكثر من حد كفاف بكثير. معليش انا اعطيك مثال، انا قلت لك باللي مش معلومه دقيقه، راه مثال، افهمني برك. مثلا فلتكن 2 غرام، فلتكن 2 غرام مثال. مثلا قال لي يسرق اكثر من اللي يسرق، يعني اللي يسرق باش ياكل اقل من 2 غرام، يعني تاكله. ليس أكثر من 2 غرام فقد تجاوز الاسم. هو لم يعطل الحد بكثير، بس ما علينا. كيف؟ هو النصاب كثير، أنت عارف؟ نصاب ربع دينار بمعنى جرام واحد ذهب. جرام واحد، ما عليناش، أني قلت مثالك، مش عارف لفت شوف الديتاي تاع المثال أكثر من لب القضية. على كل حال، هو الشهد
وقال هاو هاو نص صريح في القرآن، لو كان أنا ذاك كاين شخص يقول له راك خالفت النص، أعطيني دليل من القرآن ولا من السنة يبيح للشيء اللي راك دير فيه. لكن هو اجتهد وميز أنه هذا الشيء لازم يكون. ربما أنا أقول ربما لو كان جمع بخطات ساكن معنا اليوم يقول باللي الولد هذا نديره للاديان ونشوفه لمن ونده للبي والسلام عليكم. ربما أنا أقول ربما، لأنه ربما الوضع أنا ذاك مشكل وضع ذرك. أنا ذاك كان التفاخر كان بالأولاد، لأنه الأولاد تساوي الفروسية، الفروسية تساوي السيف، السيف تساوي الحماية، وروح معه. إذن هذا كلام اللي قاله سواحي هذا لا يمكن أنه يكون من عند الإله. استناداً على نص آخر اللي عمل عمر بن الخطاب، كان عمل على نص آخر اللي هو إلا من اضطر وغير باغي، فهو قال أنه هو لو أنت اضطريت أن أنت تسرع عشان تاكل فأنت كده مضطر، أنت عايز تعيش. فساعتها بيكون حدك التعزير، فهو عنده نص تاني أباح له ده، لكن أنت عندكش نص تاني في القصة اللي احنا بنتكلم فيها دي. هو الاسلام في اعتقادنا احنا المسلمين انه جاي ينظم حياه البشر، جاي ينظم حياه البشر، لانه انا ذاك لو كان تعرف يلعب. استاذ عبود كيف التنظيم سيء جدا؟ لا نورك عليه مش سيء جدا، لانه لا اسمح لي من فضلك. اليوم لو تحصل هذه القضيه، اليوم لو تحصل لك انت ولا انا، يعني راح انت تحاول تبعد عليك هذا الولد، صح ولا مش صح؟ والزاني راح يحاول يبعد عليه ذا الولد. انا ذاك كان العكس، كان هذاك يحاول يديه هو وانت تحاول تديه انت، تديه يعني مش معقول. كده احنا بنقول ان النصوص، مش كده بنقول ان هذا الدين غير صالح لكل زمان ومكان؟ هذه مشكله. ما نقولش صالح لكل زمان ومكان، لكن في باب الاجتهاد هو دين يعني سوبل. ما هو لو حضرتك في الاخر هترجع للعقل علشان تشوف ايه اللي بينفع، فده كده ما بقاش صالح لكل زمان ومكان. ما ده اللي احنا بنقوله يا فندم. واحنا بنقول ايه؟ وليش القران اللي عشان كده بنقول ايه يا فندم؟ اسمعنا بس. عشان كده احنا مصدر الاخلاق بتاعنا تحسين وتطبيق عقلي. ليه؟ لان احنا بنعتمد على عقولنا علشان نشوف مقتضى الحال ونشوف ما هو انسب للمجتمع الذي يحقق اكبر قدر من السعاده ويقلل اكبر قدر من المعاناه. ده المنهجيه اللي احنا بنستخدمها، وبناء عليه حاجه زي مثلا العبوديه الغيت. ما الغيتش بالدين، الدين على فكره بيحض على العبوديه. ويحارب منع العبوديه. يعني انت عندك نص واضح وصريح كده في البخاري بيقول لك ايه؟ العبد الابق لا تقبل صلاته حتى يعود الى مواليه. يعني انت حضرتك عبد بتذهب وعايز تبحث عن حريتك، فهربت. الله بقى يشجع هذا الفعل ان انت بتبحث عن حريتك، ولا يذم هذا الفعل؟ لا يذمه. لا انت صلاتك مالكش صلاه، وانت عارف ان مالوش صلاه ده ملوش. يعني ده اول ما يسال العبد عنه في القبر هو الصلاه، عن الصلاة، أو ما يسأل في الحساب هو الصلاة. فتخيل إن أنت عندك ده النص ده، فبالتالي النصوص المستخدمة والطريقة الأخلاقية المستخدمة بتاعت افعل ولا تفعل دي ما تمش شغالة. ولو أنت في الآخر هتعتمد على العقل، طب ما ده اللي إحنا بنقوله، حط بقى النصوص على جنب واعتمد على العقل في كل حاجة. أوكي. راح نجاوبك على قضية العبودية والاستعباد، يعني باختصار باش نختصروا الوقت. روح شوف، تحب نبعثوا لك حتى أنا الفيديو مش مشكلة، تحب تروح تشوفه تحب نبعثوا لك. اللي داروا الدكتور عبد الله رشدي في هذا الموضوع، تحب نبعثوا له تحب تشوفوه، ربما راك شفته اصلا. سمعته ضحك جدا يا جاد، سمعته من زمن يعني. بتهيألي ان انا كمان كنت عامله في حلقه من حلقات شبهه الشبهه، كنت واخده يعني مستلم وقعدت تضحك عليه كتير يعني. انت شفته بلي ضحك؟ طبعا بيضحك. نجوز الموضوع، نرجع لقضية يعني العقل. يعني قلت إذا كنت عندك الحق أن تعمل عقلك في الآيات، قلت يعمل عقلك أساسا وخلي عقلك هو المصدر تاع يعني اللي نسموه مصدر التشريع هو العقل. هذا قصدي. عقلك يعني أنت تروح تشتري مرأة من السوق وتشوف جسمها وتشوف قوامها وتجيبها تنكحها، يعني هذا منطق؟ وبعدين تقول إنه هذه السبية عندها احتياجات، والله أنا مسلم متكرم عليها، يعني هل هذا منطق؟ وبعدين ما تنسى انه يعني تخيل ان يعني انت ترضاه على نساء المسلمات، يا انت ترضاه على نساء المسلمات، يا ترضى انت على نساء المسلمات ان حضرتك واحده مسلمه تسبى ويكون جوزها لسه مقتول في المعركه فياخذها رجل فيدخل فينام معها، تقبل الفعل الاخلاقي ده على نساء المسلمات؟ راني قلت انت شايف ان ده امر مستحسن؟ راني قلت لك يا الاخ، شايف ان في واحده بالعقل كده، شايف ان في بني ادمه بالعقل ممكن يبقى جوزها مقتول امبارح وانت حضرتك تاخدها النهارده وتنام معاها وتقول لي عشان عندها احتياجات؟ احتياجات ايه يا عم؟
يعني ارتقوا شويه يا جماعه، ارتقوا شويه يعني، خلونا اتكلموا حد في العقل بما يعقل. جاوبك ولا لا؟ وبعدين لو تفتح موضوع العبوديه انت خاسر، لاني لو انا اسالك سؤال بس بسيط في موضوع العبوديه، ما الفرق بين عوره الامه الحره وعوره الامه المسلمه؟ وحط بين قوسين. خلينا نرد على دي بقى ونتحرك في الدور يا اسكندر. بدك تمشي الدور يا ماني؟ لان في ناس بتهيألي رفع ايديها، مش كده يا جدو؟ في عندنا ناس على الدور. اوكي، بس لو تسمح بس نعطي كلمه للشيخ علي حاتم. اكيد يا اسكندر، بعد اذنك وخذ شخص ثاني وخلي عبده يكمل ياخذ. قبل ما اخذ حد ثاني هاخذ الشيخ علي، هو مش ماشي. اوكي تمام. طيب استاذ علي، استاذنا علي، شيخنا علي. شكرا شكرا. بالنسبه لنا شكرا حبيبي. بالنسبه للاخ قال يعني العقل دليل من ادله الاحكام. لا يا عزيزي، العقل ليس دليل من ادله الاحكام، لان لو يعني نحن الذين استعملنا عقولنا واحد عقله اكيد سيعرض النص على العقل، فاكيد سيترك هذا الدين، او على الاقل سيستقبح بعض النصوص التي تتعارض مع العقل وتتعارض مع القيم والاخلاق. هذا بنادي بالنسبه للظرفيه الان، وان كان جديد ساقوم مداخله اخرى يعني. تفضل لكم. تمام، شكرا يا شيخ، شكرا يا مولانا. جادو، انا عندي في الناس اللي رافعه ايديها في مسلم وفي صعيدي، مين الاول؟ جادو هل تسمعني؟ طيب انا بستلم. انا هاخد. طيب لو انت مسلم كتب، مسلم كتب. مسلم هذا صاحب، انا عارف مسلم كان كاتب فاطلعه. اتكلمنا معاه كتير. هو هذا ملحد جزائري سابقا حبيبنا.